شاء الله الرحمن الرحيم في الاجتماع هتبقوا ده الوقت ممكن نتعلم تقول عليه تقول عليه الله. انا عايز عدد حصصي عدد حصصي اللي انا يوم الاسبوع ده انا ممكن تبقى الصلاه دي اربعه واحد عام. انا عايز الاربعه نظري بتوعي واحد عام لا ازيد ولا اقل ان شاء الله كل يوم. اوكي انا مشكلتي الوحيده تقريبا في بكره كان المفروض اجازه. ايوه انا اوكي الدروس انا جاهز بالبديل. عايزين تاخدوا بكره اجازه بس لا تاخدوا اجازه تاني عايزين Thank you.
الله يكرمك. شو اول حته بحس اني كان سؤال مره وسؤال مش مباشر عايز تفكير. وقارنا ما بين النونستيرويدال انتي انفلاماتوري والاسترويد اللي هو الكورتيزون كانتي انفلاماتوري. مقارنه ايه؟ انا طبعا رسمت الدياجرام ده قبل كده وعامل لها تريس برضه نقطه جوه. على فكره ده كويس ما هي تجميع الفورمه اللي انا شرحتها. يعني ان شاء الله بلاش احط لي فاكر دي كذا دي كذا هيبقى بس موضوع واحد جديد عشان كده مش هنعمل ان شاء الله كده. فاكر لما رسمنا فوسفوليبيد؟ انا مش هرسمه بس ايه فاكر؟ فوسفوليبيد ايه؟ كان بيتعمل عن طريق فوسفو ايه؟ لايبيز فيها ارجونيك اسيد صح؟ ارجونيك اسيد ده في كذا طريق الكوبز وايه؟ ولوكس. انا مش عارف الكلام ده هفهم بس ده كان بيكون بروستات وده بيكون ليكو تمام. دلوقتي انا عايز افهم من الاسترويد ده الاسترويد بيطلع لكم صح؟ فاهم احنا بصينا هنا كده ريسيفنج بتطلب كده كلمه كبيره ليكو كويس. هذا كان قصه النونستيرويد كانتي فرزان. النونستيرويد كان ممكن تعمل هون كاريز هذا فممنوع. النهارده الكورتيزون بتاعنا مين نظام اسمه ايه؟ فوسفو لايبيز من فوق. اسمعني بقى فهمنا عن طريق بروستاجلاند ولا ليكو كويس الاثنين باس واي ولذلك هو انتي انفلاماتوري ما حصلش. ولذلك ده اهم ميكانيزم لوك او اكشن لوك انتي انفلاماتوري. فنكتبه رقم واحد ده ودينه راحته. دي راحته خالص. احنا نكتب ايه؟ بصوا معانا هنقسمها ازاي؟ نقسمها اول واحد ده دينه سطرين يا عم يستحق دينه سطرين. يا ولاد لو في عملية فاضية خد بس جنبك الله يكرمك. بصوا يا شباب شباب تعالى تعالى فين الكرسيين الفاضية وزاد اهو. شوف بص كام ده انت لازم تكون فاضيين. اول اكشن ولاد واحد انهبت فوسفو لايبيز A2 اسمعني مركز يمنع فوسفو لايبيز A2 ماشي معاك جدول اهو معاك جدول اهو الحصه اللي فاتت حط انا شايفك كده ايه معلش هيخشوا بس عشان يشتغلوا خلاص طيب يا حرامي مين مثلا انا هخش مثلا هو عايز يقعد ارجع عادي سجل طيب عشان عندي انا مش عارف هتبدا تفضل ايه سوبر مان. بص يا عم الحاج هو الدواء
بيتداكى الميكانيزم كانتي انفلاماتوري مع انتي اليرجيك مع الميرو سبريسنت. ده على فكره بتكون تبع ايه؟ اكشن معين. يعني هو اكشن كانتي انفلاماتوري جواه اكشنه كاميرو سبريسنت جواه اكشنه كانتي اليرجيك ودي تمام. يعني هكتب ايه؟ السبع ضغط في الخانه الكبيره. ركز معايا واحده واحده. سيبك انت من الكتابه هنفهم الاول عليك. اول اكشن كانتي انفلاماتوري اصلا الانتي انفلاماتوري في الدنيا كلها نصين يا ولاد. نون ستيرويدال اللي هو عيد اسبرين احنا خلصناه مجاله. نصيده الاخوات اسبرين اخوات. واحنا عيد اسمها ستيرويدال اللي هو الكورتيكوستيرويد اللي هو موضوع النهارده. فهو معايا. الميكانيزم بتاعه كانتي انفلاماتوري من الاول اهو. هو انيبت انزيم اسمه ايه؟ فوسفو لايديز اي 2. فيمنع السنس بتاع الاثنين ترانسميتر او الاثنين الاثنين ميديتور. يمنع البوست بروستاجلاندين اند ليكوتراين سنس. اللي هم بيسموهم ارجينيك اسيد ايه؟ ميتابولايت. يبقى ده فرق محترم وانت بتذاكر ما بين نون ستيرويدال وبين ستيرويدال. نزول الكابين مع تصنيع بروستاجلاندين بس صح؟ يسيب مين بيتكون؟ الناس بتقول معايا كوترين. النهارده سالتنا على الاثنين. يبقى ده ياخد راحته من الكتابه ده رقم واحد. كلنا نكتب دي الخانه هتبقى على فكره معاك وزينه كمان. ما انت هنا ممكن تكتب الاثنين اكشن واللي ممكن تحط حاجات في الداتا اكشن جنب بعض. بس اهم حاجه اقول الاثنين. يبقى اول اكشن كانتي انفلاماتوري للكورتيكوستيرويد او ميكانيزم. وده اللي سال مره على فكره الناس الثانيه هو اكشن ايه في الاتحاد؟ هنا اتسال سؤال اهو. ايه الفرق ما بين نون ستيرويد وكورتيكوستيرويد اس انتي انفلاماتوري؟ سيادتك هتقول له هناك ده بيمنع نوع وده بيمنع الاثنين. الثاني بيمنع كوكس انزايم بيمنع بروستا ايه؟ جلاند الفقر وسي بي كوتراين. لكن ده بيمنع فوسفولايبيز من فوق اسمه فوسفولايبيز اي 2. فاللي بيمنعه يمنع تصنيع بروستا جلاند اند كوتراين اللي هم بيسموها ارجونيك اسيد ميتابولايت. ارجونيك اسيد ميتابولايت. ده رقم واحد كانتي فاز. رقم اثنين ممكن يعتبر اميون سبريسر وممكن يعتبر انتي فاز. يعني هو الكتاب مش شرح على بعض ازاي؟ بص معايا لك ان تعلم معلومه. هو بجد مش صعب تجيب صوت منين؟ من تحطه على بطنك او من زعمك. الله 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 معلش حد كده بيفهم استمعاتي لا ده حد بتاع دي جي حد بس يهدي السماع صوت بس ايوه حد لا يهدي الصوت بس نبريم كافر نبريم كافر خليكم معايا بص معايا بقى بالنسبه للاكشن تاني الليمفوسايت عارفين الليمفوسايت والماكروفاج يا ابني ما هي الخلايا بتيجي منين؟ كده تيجي لما واحد يعمل فيها شجاع تقول لي مش فاهم الانفلاميشن ده ما هو الا ايه؟ ريسبونس الجسم على الفورين بادي. استنى بقى كده براكتس. يعني ايه ريسبونس الجسم على الفورين بادي؟ يقول لك لما فورين بادي يدخل الجسم الجسم يقول لك لا ما تسكتش يا عم ابص لك على الدين. يقول لك لا لا لازم ابين نفسي. فتبين نفسك ازاي؟ تطلع المناعه. طب المناعه تطلع تهاجم ايه؟ الفورين بادي. يحصل كده اسمها انفلاميشن. وذلك لما انا اقول المناعه تهدي مش ناقصين مش عايزين قلق. فهذا دواء. طبعا تقول لي ده اكشن حلو وحش. حلو في الامراض حلو بعض الامراض وحش ثم طبعا اي شخص طبيعي ولذلك الاكشن الجاي ده انتي انفلاماتوري امينو سبريس الكلام غير حاجه ليمفوسايت اند ماكروفاج امبريفرز ويش عايز مش فاهم اقول حاجه بمان هم بيقولوا ان الكورتيزون ما بيمنعش تصنيعهم لا بيمنع خروجهم من الليمفويد اورجنز فاهم حاجه ولا لا يعني المفروض اصلا الماكروفاج والليمفوسايت لما بتتصنع بتطلع على الامبريفرز ويش عشان تعمل ايه الحرب بقى اللي هي انترفيشن لا لا والله ما انت بتحرك مكاني ولذلك طب بص احنا ان شاء الله الشباب موجودنا ربنا يوفقنا ساعدوني ولذلك يا دكاتره انا بمنع الماكروفاج وامنع الماكروفاج والليمفوسايت في البريفر سيركوليشن انا بخليهم يتركزوا في الليمفويد اورجن معلش اكمل عايز اقول لك حته تكمل كده الخناقه بتاع الجسم ضد الفورين بودي هتبقى موجوده لا يعني حاجه اسمها فايتنج حرب ضد الفورين بودي هتزيد ولا تقل يا جماعه؟ يعني قلل البودي فايتنج اجينست الفورين بودي يعني ما كانش الجسم يدافع او يهاجم اي كائن غريب وذلك ده اكشن انتي انفلاماتوري وفي نفس الوقت اميون ايه؟ سبريس ده الاكشن الثاني كلمه الله يجيبك انهبت لمفوسايت او ديكريز بلاش انهبت ديكريز لمفوسايت اند ماكروفاج ان بلاد او اسمها بريفرنس سيركوليشن ازاي؟ ريديستريبيوشن تو لينفود اورجان بيزودهم في لينفود اورجان بون مارو سبلين اكاذا ما بيخليهمش يطلعوا على الدم وزاد ده اكشن كانتي انفلاماتوري وايميون سبريس الاكشن الثالث ده سيادتك شفته قبل كده في البرونك الازمه لما قلت لك ازاي كورزينيا بيشتغل هنا كانتي الرجيك صح فاكر؟ في البرونك الازمه
قلنا اول حاجه بيمنع الانتيبودي فورميشن اتكونت، يمنع انجل انتيبودي ايه اتكونوا خلاص، يقول لك يمنع ماست سيل ديجراديشن او بيسموها ماست سيل ايه، وبالتالي بعدها يمنع هيستامين ريليس. اخر حاجه قال الكابيلاري بيرميابيلتي، ده اكشنه كانتي انفلاماتوري اميونو سبريسانت كانتي انرجي. ركز معايا تاني الله يكرمك. الاكشن سال فيها قبل كده ايوه يا بيه، بالذات رقم واحد قلت لك اهو السؤال واجابته. ايه المقارنه ما بين، الناس معايا بقى الصوت، ايه المقارنه ما بين نون استرويد اللي هو اسبرين والكورتيزون كانتي انفلاماتوري؟ اللعبه كلها على الميكانيزم. بدانا على الميكانيزمات ايه؟ يبقى معايا بقى واحد انهبت فوسفولايبيز اي 2 يمنع السنسز بتاع الاثنين ميديت ليكوترينز اند بروستاجلاند اللي هم ارجينيك اسيد بيتا بلوكر. رقم اثنين يالي الليمفوسايت والماكروفاج ان بلاد او البريفر سيكوليشن، ازاي؟ بيحجزهم في الليمفود اورجن. تفاهم بقى لما يكون ناس مثلا سيد واحد جارك مستفز فبالتالي ايه عمل لك مشكله، فانت عايز تبين ان انت برضه مالك كرامه وكده، فتقوم داخل في حرب معاه. في ناس بقى يقول لك لا 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 شيل عارف نظام ايه؟ يحجز العيال عن خناق، هكذا بيعمل كورتيزون. انت عندك الليمفوسايت والماكروفاج عايزه تدخل تتخانق قصاد الفارق بادي فيحصل انفلاميشن. طبعا هو ده الصح، ليه؟ عشان يبان ان الجسم له ايه؟ له مناعه، فاهم ولا لا؟ انا بقى في الامراض مش عايز كده، اقول له يا عم تكسبهم، لان انت ما بتعمل انفلاميشن بتعمل لي دامج لبعض التيشو. وذلك الدواء ده عشان اميونو سبريسنت، وده اشهر اميونو سبريسنت عندنا في الفارما. على فكره ارحم اميونو سبريسنت في الفارما، ارحم، لان في اميونو سبريسنت اسوء منه بكتير. هو بيمنع الماكروفاج والليمفوسايت ان هم يوصلوا للدم، بيخزنهم فين او بيخليهم يتجمعوا فين؟ في الليمفويد اورجن. يبقى مناعه الجسم عباره ايه؟ ضايع، ولذلك بيكمل المسيره، مفيش انتي بودي هيتكون. ولو الانتي بودي اتكون مش هيحصل رياكشن من انجين، يبقى انهبت انجين انتي بودي رياكشن. الرقم اللي بعدها بيمنع ماست سيل ديجراديشن او اسمها ماست سيل استابلايزيشن، ثم بيمنع هيستامين ريليس، وكمان بيقلل الكابيلاري برنامج. طبعا انت عارف الكابيلاري دي مشكلتها ايه ولا لا؟ اثناء الانفلاميشن زي ما خدت الوصول زمان، الكابيلاري لما بتزيد بتعمل لي ريدنس سويلين، صح ولا لا؟ الكلام ده لما انا اقلله اقلل الكلام ده عنده مرض. تمام، جدولنا بالعرض زي ما اتفقنا، انا كده خلاص ريكشن. عايز استفيد، عايز كانت الفلوس وصلت الله يكرمك، وفوق معايا بقى الناس ما تنامش. انا عندي عادي معاك كان نزعل. هو هنا جايب لك الانتي انفلاماتوري عايز تادي يوز تحتيه، تادي يوز بس. والانتي انرجيك اربعه، انت عارف المساحه كبيره، فيوز. وصلها في اليوز والله. سيب انت اليوز اللي فوق لسه ما قلناهوش، هقوله ان شاء الله بعد شويه. اليوزز قصادها مكتوب عمال اسمه ايه في اليوز؟ انتي انتي انفلاماتوري، صح؟ بيستخدم فين يا ابني؟ طبعا اشهر انفلاميشن قابلناه قبل كده روماتويد ايه؟ وبالتالي هنا يا اولاد اول انفلاميشن لو سمحت كانتي فاتوري هتقول له روماتويد ارثرايتس. تمام انجزني. رقم اثنين اوستيو ارثرايتس. يا جماعه اليوز اللي اسمه انتي انفلاماتوري تحتيه عايزين ثلاث نقاط في اليوز. يبقى اوستيو ارثرايتس روماتويد ارثرايتس. والثالثه بيقول لك سكن انفلاميشن. طب ايه سكن انفلاميشن؟ ديرماتايتس. تمام ديرماتايتس. يبقى يا جماعه اليوز بتاع الكورتيكوستيرويد كانتي انفلاماتوري له ثلاث استخدامات اهو. طبعا هو في استخدامات كتير، خلي بالك احنا لو احنا منهجنا يسمح هقول لك. من اول كينكفالايتس، كاردايتس، هيباتايتس، بس طبعا لها حالات خاصه انا مش هتكلم عنها. ده اللي موجود في الدم، روماتويد ارثرايتس، اوستو ارثرايتس، وديرماتايتس. ده استخدامه كانتي فاكتور. ازاي تحتاج كده؟ استخدامه كانتي ايه؟ الرجي. طبعا لما بتكلم على كانتي الرجي طبعا انا بتكلم عن مرض احنا ما درسناهوش اسمه الرجيك راينايتس. سمعتوا عنه؟ احنا ما درسناهوش بس انت عارف معناه. ده في الوقت اللي احنا فيه ده اهو ايام الربيع ده، في ناس كتير بيجي لهم حاجه زي حساسيه الانف كده بتساوي جرونك ازمه بس في الانف. الرجيك راينايتس مستخدم فيها الكورتيكوستيرويد، في بخاخات بخاخات كورتيزون. اثنين برونكا الازمه. طبعا برونكا الازمه لا تنسى، وده سؤال مشهور برضه شباب، الناس لما بتشوف كورتيزون في الامتحان ساعات ما بتسرح. في سؤال معروف عندنا في الريسبيريشن اسمه رول اوف كورتيكوستيرويد برونكال ازمه. وقال لك راجل مالهاش كداب، قايلين يا حبيبي ميكانيزم الكورتيزون برونكال ازمه مشروح هناك، وبعدها كان استنبطت حلو يمنع كذا. انما دي كانت دي جزء منها، لا هناك في تفاصيل اكتر. يبقى برونكال ازمه. رقم ثلاثه دراج الرجيك ريكشن. مش يا ابني في ناس بيجي لها حساسيه من الادويه؟ يعني مثلا اللي هي انافيلاكسيس فاكره ولا لا؟ قلت لك دايما في الانافيلاكتيك الرجيك ريكشن من اي دواء ما تبداش بالادرينالين، صح؟ ممكن ابدا اولا بانتي هيستامين او كورتيزون.
رقم 3 blood transfusion. blood transfusion allergy. دلوقتي في ناس كتير جدا بيجي لها حساسيه اثناء العلاج الدم. طبعا يعني البلاد بالنسبه لهم فورين بادي. بعض الناس بيقول ايه؟ طب ليه ما احنا عاملين ماتشنج ومش عارف ايه؟ ساعات على الماتشنج وعلى كله في ناس الدم بيجي لهم من بره بيحصل رياكشن مشكوره جدا. كورتيزون على طول. ايميون سبريسنت وانتي الرجيك وانتي انفلونت. جايز ولا لا؟ خلي بالك احنا استخداماتنا وضعنا جه في الامتحان سؤال يوز اوف كورتيكوسترويد هم في الكتاب اليوز عندنا ما شاء الله ما عدتش بس انا قسمتهم كلهم هنا. كتير. ممكن بتعد فوق ال 20 يوز. صادي فيك فوق 30 صادي فيك. هتقول لي اه وبعدين؟ هتقول لي طب انا احفظ ده كله. لا يا حبيبي اسهل طريقه لحفظهم بالطريقه دي. هتقول لي طب هو جاي انا عايز احفظ كده. عمرك ما هتحفظهم كده. هتذاكرهم كده وحط تجربه. تعالى لو الدكتور بقى ظبط الدنيا يقول لك ايه عايز اكشن او استخدامه الكورزون او ميكانيزمه واليوز بتاعته كانتي انفلاماتوري كده صح؟ الراجل على الكتاب نفسه كده العناوين اليوز زي ما كاتبها كده انتي انفلاماتوري يوز كاتب انتي الرجيك يوز فاهم؟ طيب انا كده خلصت يا جماعه بالنسبه ليوز والايه؟ الاثنين والاكشن بتاعه. هاتوا على جنبها على الصيف ركز معايا انا هعد برضه عشان ايه؟ الكلام هي الكلام متعلمه؟ متعلم عندك كم واحده؟ بالظبط واحد خمس صح؟ اسمعني معنى يا اولاد ان الجسم ما بيعبرش وجود الفورين بادي سواء بكتيريا او فيروس هذا غلط برضه. اولا اكتب اول صادف ماسك عارف يعني ماسك ولا لا؟ يا ابني اولا رد فعل الجسم هو اللي بيجيب المريض للدكتور. ما الجسم لما يرد على الفورين بادي سواء بكتيريا او فيروس اي حاجه بيعمل لي بقى رياكشن المريض بيتعب فبيجي لي الدكتور. دلوقتي لما تدي الكورتيزون بتعمل ايه؟ يبقى اول حاجه اكتب ماسك سيمتوم اوف انفكشن او صار فيك يا جماعه عد معايا ماسك سيمتوم اوف فايرال احنا بنصار فيك اعراض الاصابه اند بكتيريال انفكشن معلش المساحه لو كانت كويسه على تحتها مش مشكله يبقى ماسك سيمتوم اوف فايرال اند بكتيريال انفكشن ناس معايا طيب ايه تاني يا دكتور طبعا يا ولاد انت لما تعمل اميونو سبريشن كمان سيادتك بتعمل ايه؟ اولا بتعمل حاجه اسمها انكريز سبريد اوف انفكشن صح ولا لا؟ مفيش مناعه انت عارف النظام ايه؟ مش في ناس يا ابني ولاد الاصل مؤاخذة يعني لما انا اصبر مثلا تقول انت راجل ظهرك بس انا بقول لك كده بالطريقه دي انت ليك جار وبيقعد يستفزك فانت ايه؟ لما سكت عشان تمشي الدنيا الراجل حس ان ده ضعف منك فاهم؟ فسكت هو نفس الكلام في الجسم على فكره نفس الكلام برضه في ناس كده لما انا هدي الجسم اقول له لا ما تقومش عليه احنا كبار ما بقاش في كبير دلوقتي اقول لك خلاص بقى ده الواد ده ضعيف البس وازاي ساعتها ممكن الجسم يخش بايه؟ increase spread of infection ساعتها بيه يقول لك خلاص ده الجسم اهبل عبيط انشر الانفكشن في الجسم كله وكمان ممكن يحصل اولاد لو الانفكشن كان اختفى زي حاجه اسمها اورتي بي عارف اورتي بي ولا لا؟ اورتي بي يحصل كلمه اسمها ري ايه؟ ري اكتيفيشن of old TB كمثال old infection بزود السبريد طبعا هنا مفيش مناعه عليه خلاص مفيش حد يرد عليه زود السبريد اوف انفكشن reactivation of old TB او old infection في اثنين كمان لو سمحت قال لك بيعمل ايه؟ قال لك بيعمل حاجه يا اولاد اسمها كمان susceptibility of new infection هو بيزود السبريد اوف انفكشن الموجود ممكن يدخلنا susceptibility تعرف تكتب susceptibility؟ susceptibility استنى بس اجيب susceptibility انا معنى حاجه اوف انفكشن هتقولي ده مقوله بمعنى واحد لا يعني انت لو ركزت هتلاقي معنى مختلف بس كله بعد حاجه واحده يبقى ماسك السيمتوم بتاع الانفكشن الموجود ويزود سبريد اوف انفكشن الموجود ويعمل اكتيفيشن انفكشن قديم قلت ليه وكمان يدخلك في انفكشن جديد هذا استخدامه كابيونو سبريسر طبعا ايه هو يعني لو استخدمه كابيونو سبريسر هو يا ابني الكورتيزون استخدامه كله زي بعض اخر حاجه انت قلت لي ان الكورتيزون ممكن يستخدم في حاجه اسمها روماتويد ارثرايتس صح؟ نلام اصحابي ممكن يستخدم في الاوستي ارثرايتس مش عايز اقول لك في الجاوتي وفي دكاتره يحبوا له بس احنا ما درسناش منهجنا كده في دكاتره بيحبوا يدوا الكورتيزون انترا ارتيكولر يقول لك يا ابني انت ايه الكورتيزون انت عامل منه ليه ولا صار في تو تيرابي ده كفايه صار في بتاع الجبريز ضغط وسكر وكلام من تقول له خلاص مريح الكورتيزون لوكال يشتغل انتي فاتر لوكال طبعا ريبيتد انترا ارتيكولر انجكشن بيعمل ايه بوظ الجوينت الجوينت بيفقد ايه؟ القوه بتاعته فيحصل كلمه اسمها سب لاكسيشن يعني ايه سب لاكسيشن؟ سب لاكسيشن اوف جوينت يعني يا اولاد الجوينت زي ما بيقولوا كده بيحصل له ديستراكشن
بتضرب التندون بتاعته سابلكسيشن اوف جوينت اف انجكتد انترا ايه ارتيكولار. يبقى اذا يا دكاتره ركز معايا، يبقى السايد افكت بتاع الدواء ده على المناعه، الجسم فهم غلط ان المناعه مش موجوده او البكتيريا فهمت غلط ولذلك ساعد فيها. اول حاجه هو ماسك السيمتوم بتاع الفيروس بتاع الانفكشن بيزود السبريد اوف انفكشن. عد معايا هقرا واحده بس بجد، رياكتيفيشن اوف اول ذا انفكشن اول تي بي زود سستاتيفيتي اوف نيو انفكشن. اخر واحده بيعمل ايه؟ سبلكسيشن اوف جوينت اف انجكتد انترا ارتيكولار. لو سيادتك انا اقول لك حاجه، فكره الكورتيزون لما بيتحقن في المفصل المريض بيبقى ايه؟ بيتعب كتير يا دكتور. الله وهم وزق يقول لك كده يا ابني، الناس اللي بتشتكي مثلا من جو وعامل لهم مشاكل ومش عارف يمشي على رجليه. الدكتور يقول له طب بص هحاول لك حقنه كورتيزون بس واحده في المفصل. تلاقي المريض ماشي يا ابني ساحر والله، يقول لك يا ده مش عايش. شهر بالظبط. هو كان بيقول لك هم مرضى في مصر جت بتيجي لك تقول ما هو مستريح. تقول ارجع تقول لك منك لله. يا عم انا كنت حلو. يقول لك ما الوجع زاد تاني ورجع اسوء من الاول. يلا بقى حقني كمان مره. الدكتور ما رضاش يعمل تاني. اقول لك هو المريض فين غلط؟ زاد الجاوت يعني، الجاوت يعني انا بديله كورزون هذا اكيوت. علاج الاكيوت يعني لسه في علاج كرونيك يعني المفروض تكمل ادويه. قالوا برينول فاكره؟ قالوا برينول ويروكوزوليك. انت بقى استريحت وانت اللي خفيت. لا انا ذنبي ايه؟ هتجيب الوجع تاني. فزاد الدكتور لازم يلاقي المريض يقول له بص انا وصلت. يقول لك انا الحمد لله انا خفيته بقيت تمام. يقول له انت مش خفيت. انا ريحتك من الاعراض فاهم؟ قول لي بقى مين اللي ممنوع ياخد كورتيزون في هذه الامراض؟ طبعا لو واحد عنده انفكشن عامل ازاي ابني؟ خد معايا القاعده دي. دايما خلاف ما بين الدكاتره على الكورتيزون انفكشن. يعني بعض الاحيان بيبقى الكورتيزون مطلوب عشان بيقلل اوديما وكونجيشن والكلام ده. بالذات مرضى برونكال ازمه. طبعا يقول لك عشان ايه اعراض بتاعت برونكال ازمه؟ بيكون واحد عنده ازمات البرونكايتس انفلاميشن مع الازمه يقول لك اديله كورتيزون عشان ايه؟ اعراض الازمه. بس هنا الانفكشن يمنع. وذلك يا ابني يقول لك هنفصل بكلمه واحده، امتى يبقى الدواء ده ممنوع في الانفكشن؟ لو كان الانفكشن ان كنترول لسه مش تحت السيطره، لسه ما اديتش مضاد حيوي. السيطره ايه؟ يبقى كده يبقى اول كونتر اديكيشن في الموضوع ده ان كنترول انفكشن. سهله؟ هم مش كتير ما تقلقش. رقم اثنين تحتها اول تي بي. انا ولا اسال وانت رد عليا ليه يا ولاد ممنوع في اول تي بي؟ جدع بيعمل رياكتيفيشن صح ولا لا؟ يبقى ممنوع في حالتين لحد دلوقتي. واحد ان كنترول انفكشن، اثنين اولد تي بي، ثلاثه ريبيت. بس الثلاثه الاخيره هنا، الاخيره هنا ايه؟ ريبيتد انجكشن انترا ايه؟ انترا ايه؟ ليه انترا ارتيكولار ما ادوش كذا مره؟ سبلكسيشن بيبوظ الجوين. يبقى اخر كونتر انجكشن هنا ريبيتد انجكشن انترا. اكتب براحتك، ما انا كده كده هجيب البريكوشن مره عشان اخلص. ارتيكول ده يا ابني تاني اكبر اكشن الكورتيزون باستخداماته بيصاد افكت في كل حاجه فيه. لذلك يا جماعه ركز معايا الله يكرمك. الكورتيكوسترويد كانتي انفلاماتوري وانتي الرجيك والميون سبريسنت. قول معايا من الاول معلش كاتبها دي. وده يعتبر نص، احنا كده مخلصين نصين الكبار. يعني عندنا اللي هم الكبار وبعد كده تلاقي اكشن صغير صغير صغير. يبقى هنا ايه الفرق الكورتيزون او استخدام الكورتيزون كانتي انفلاماتوري؟ لو كان واحد بيمنع يعني انزيم فوسفيت. طبعا ان شاء الله الاسبوع ده هشرح بروتوكول وهرسم الرسمه بتاعته بقى وهقارن على نفس الدايجرام ما بين الكورتيزون والنون سترويد على دايجرام واحد. تقول اه احنا خدنا الكلام ده. وبالتالي اول ميكانيزم اللي هو بيمنع اثنين بروستاجلاند وليكوترايز. ادي واحد. اثنين بيمنع عدد الليمفوسايت والماكروفاج. في ناس بيسموها مايجريشن. عارف مايجريشن؟ يمنع خروجهم من الليمفويد اورجان بلاد. وزي كده بتغذي مناعه. رقم ثلاثه واربعه وخمسه واستاذ صالح احنا قلناها قبل كده في الجدول الريسبريشن والله. يمنع انتي بودي فورميشن. طب كان الكاوت. يمنع انجي انتي بودي اكشن. كان حصل. يمنع ماس تيل ديجراديشن. اتكسرت. يمنع هيستامين ليه؟ يمنع الكابيلاري او الكابيلاري بين ما بين. استخدم في حالات اوريدي انفلاميشن. ايتس اي سيت. روماتويد ارثرايتس، اوستو ارثرايتس، ودرماتايتس. كانتي الرجيك ثلاث اربع حالات. الرجيك راينيتس، برونكال ازمه. الرجي تو بلاد، الرجي تو دراج. ثم الاعراض الجانبيه. حبيبتي معلش شايف الاعراض دي كلها كده كاتبهم في واحد بس وده رقم اثنين فيه. يعني ما حدش يقعد يعدي لي دي كلها واحده بالنسبه لي ان هو ماسك الانفكشن مفيش تمت وزود السبريد اوف انفكشن وعمل ريأكتيفيشن وولد انفكشن وممكن يجيب لك انفكشن جديد من بره ولو اتحقن في الجوينت كذا مره بيبوظ الجوينت ديستراكشن. عايز تقول ديستراكشن خلاص. يبقى ممنوع في الان كنترولد انفكشن انه يرجعه لي. ممنوع في الاو تي بي ريأكتيفيشن. ممنوع يتحقن انترا ارتيكولار كذا مره. تمام يا ولاد؟ الاكشن اللي بعد يلا وانجز اسمه ايه؟ الله فيدباك. ركز معايا.
بالنسبه لدكاتره الفيدباك طبعا يعني انا بعد شويه هشرح، بس اقول لك من دلوقتي ما تنسمش حاجه، خليها في مذاكرتك. ما هو الكورتيزون كدواء ما يضرب المناعه بيقتل الجولت عرضه للانفكشن. مش انتوا خدتوا اولاد ارثرايتس اسمه الباثولوجي؟ ما خدتوش؟ طب في انواع من الارثرايتس اسمها انفكت ارثرايتس، انفكت اذا بيخلي الجوينت عرضه لاي انفكشن فبيبوظ. اسمعني يا جماعه وركز معايا. مين يا اولاد عارف يا اولاد حاجه اسمها الابسس بتاعت الكورتيكوسترويد؟ تقول يعني ايه ابسس دي؟ الريجوليشن يعني مين اللي بيتحكم في مين في مين في مين؟ طب في سؤال تاني، بلاش السؤال واحد ده انتوا هتتنحوا على الصبح. مين اللي بيفرز كورتيكوسترويد في الجسم؟ ادرينال كورتكس ولا مظله؟ انا سمعت مظله. ها؟ جدع. مين بيتحكم في الكورتكس؟ البيتيوتري. بيتحكم في البيتيوتري؟ طيب علشان انا اشرحها بعد شويه مش هرسمها دلوقتي. قاعده عامه في الفيزيولوجي تقول لما تدي انت هرمون من بره يحصل نيجاتيف ايه؟ جدع. يحصل ايه بقى؟ يعني بص يا ابني معلش هنضطر بقى. ده هايبوثالامس اهو، ده بيتيوتري، دي السوبرا رينا اللي هي ادرينال كورتكس. وفي هنا في هرمون اسمه سي ار اتش، فاكره؟ كورتيكوتروفين ريليز تاني لما تدي كل حاجه جايه. هنا في اي سي تي اتش، ما تقوليش مش فاكره. ادرينال كورتيكوتروفين دي تمشي حاجه. وهنا في كورتيزول اللي هو الكورتيزون بتاعنا بقى. ده ايه الاكسس الفيسيولوجي بتاعتنا. خلاص يا بنات؟ دلوقتي سيادتك لما تدي كورتيزون كدواء من بره، انت زعلت الجسم يعني انا ماليش لازمه يعني؟ طب والله ما انا شغال. بيحصل ايه؟ فيدباك. نيجاتيف فيدباك عباره عن ايه؟ مفيش تي اتش، مفيش اي سي تي اتش، يبقى مفيش كورتيزون اندوجينس. خلي بالك وفوق معايا. عارف في زن جاي من جيبس عارف. الاشكال دي فيها حاجه غريبه، المهم. تجيب ده من بره. دي والله صوت كده دي من عندي. انتوا الاربعه اللي قدام، والله انتوا حرين. ايوه انتوا اللي انتوا كده. ممكن تقعدوا في النص؟ انا عايز ايه؟ اسف. لما انا ادي كورتيزون من بره. استعذ بالله. في وسوسه والله في الموضوع. لما ادي كورتيزون من بره، عارف بيحصل ايه؟ الغده بتزعل. الله يا ابني انت لازم تعمل الجسم كده ان هو برضه زينا كده بني ادم يعني. بيعمل ايه؟ يقول لك تعالى مش لازم. طب والله ما انا شغال. بيحصل حاجه اسمها ايه؟ ادرينال اتروفي. ضمور في الغده. خد بقى الكارثه. خد الكارثه. الغده زعلان تقول لي مش مشكله. لما وقف كورتيزون هترجع تشتغل. تقول لك لا شهور. لو انت واخد كورتيزون كدواء فتره الغده بيحصل لها اتروفي محتاجه شهور عشان ترجع تشتغل تاني. تقول لي وريني يعني. خد بالك يا ده هنا في كارثه لابد. بص يمكن اهم حاجه في حصه الكورتيزون كلها لو ما بتبداش ما انت ما جيتش. يقول لك لابد ان انت ما تديش الكورتيزون لمريض من بره تعرف ان الجسم ايه؟ معتمد عليه. جسمه كله. لان الغده ايه مريحه وغيرك مش مريحه ترجع تشتغل. هتاخد شهور على تشتغل. تقول لي طب وبعدين؟ لو انت عملت صدر ستور للكورتيزون انت عارف عملت ايه؟ لو كورتيزون من بره ولا كورتيزون ايه؟ وخدتوها في السوشيال حاجه اسمها هازون كرايسس. عارفين ولا لا؟ هازون كرايسس يعني ايه؟ سيفير هايب وكل حاجه. هايبو تنشن، هايبو سيرنيا، هايبو لايسيميا. ممكن بس والله ما هزار. ولذلك يا اولاد قاعده كده مفيش دكتور يدي كورتيزون يا ابن المريض الا ما يعلمه ازاي يسحب الدواء. خاصه هو لو تم استخدامه اكتر من فتره 10 ايام اسبوعين يعني في الاطفال عشان الكورتيزون ده ساعات بيستخدم في بعض الاطفال اللي عندهم ازمه برونكايتس او عندهم برونكا لازم تلاقي الدكتور يعلم الام بص يا ماما بقى بتمشي ازاي والله حفاظها كده وتسمع له قدامك يا فاكر والله مره يقعد يقول لي بص هناخد النهارده معلقه معلقه من الدواء ده بكره يبقوا معلقتين بعده ثلاثه سهله نسمعهم الايام النهارده حد اثنين ثلاثه طيب انت كام معلقه يا ماما؟ ثلاثه اربع خميس جمعه ثلاث معالق برضه يعني احنا طلعنا وعايز ثبتني ماشي كده بقى ست ايام صح؟ ثم بعد كده اربع خميس جمعه خلصناهم يبقى السبت السبت الناس هتبقى معلقتين فاهم؟ لحد معلقه يوم الاثنين خلاص كده يبقى انا خدت الدواء ومشيته وسحبته فاهم قصدي ولا لا؟ ليه؟ يعني سيادتك لما الدواء بيتاكل بيحصل الكلام ده هو ده بيسموه نيجاتيف فيدباك وصل؟ تعرف نكتب؟ هنكتب كام سطر عشان نعد يا عم الحاج؟ ثلاثة اعتقد تشيل ونص كمان الخط عريض يبقى تقول له نيجاتيف فيدباك على حاجتين يا ولاد نيجاتيف فيدباك اون حاجة اسمها سي ار اتش طبعا نكتبها اختصار كابتة لحد ما نقابلها اند اي سي تي اتش انت لما تدي كورتيزون من بره بيحصل فيدباك على الابتدا بيقل تقولي تمام فايه يا اولاد؟ يل ريليز اوف اندوجينوس كورتيزون هنا خلي بالك بقى من اللقطه هنا الكورتيزون اللي هو جوه الجسم مش هيتكون او مش هيحصل له ريليز تقول لي تمام يؤدي لايه؟ يؤدي لحاجه اسمها ادرينال جلاند اتروفي
دلوقتي بيحصل لها ضمور. بس خلي بالك الضمور ده اهو جلاند جلاند نيت مانسز تو ريجين نورمال اكتيفيتي. لو معاك سطر بالعربي برضه معلش بالعربي عشان تفهم الناس تفهم الكلام اللي قاعد ده ايه. انا دلوقتي لما ادي ده بيحصل نيجاتيف فيدباك على السي ار اتش ويستيتش يعني دوت مش هيتكونوا. يبقى يحصل ايه ديكريز ريليز اوف اندوجينس كورتيزول يعني الغده مريحه يعني حصل فيها ادرينال جلاند اتروفي. الكلام ده محتاج اي وقت قد ايه؟ شهور عشان يحصل ريجين. يبقى نيد جلاند نيد مانسز تو ريجين نورمال اكتيفيتي. تمام يا ولاد؟ حلو. يبقى انا اقول للمريض ده اقول للدكتور العربي يعني عشان يبقى نيد لازم تعمل ايه لو عايز تسحب الدواء؟ ان شاء الله تقول بالعربي ده الحته دي مهمه بالعربي والانجليزي. يبقى لازم يتوقف الكورتيزول او بالعربي على الكورتيزول جرادولي معلش هو تدريجي تدريجي ماشي تعال لازم تفهموا كده ليه؟ انا بدي الباسبورت بفهم الغده كده بقول لها غده احنا خلصنا شيء كورتيزون يلا ابدا انا بشتغل. وخلي بالك طول كلها ما طالت المده بتاع استخدام الدواء طالت فتره السحب. كمان زي ما قلت لك بعد 3 ايام و10 ايام ده بيسحب فين؟ في يومين ثلاثه. لكن لو واحد بيحصل الكورتيزون بقاله سنه كل شهر بيسحب الدواء شهر ليه؟ لان الغده مريحه على الاخر. فاهم قصدي ولا لا؟ على ما سيادتك استنزعت عشان تشتغل هتاخد وقت. ولذلك ده اسمه جرادوال. وعلى فكره بقى لو حصل صن ستوب وده هذا اشهر صن بيك هيحصل. طيب هل هنا فيوز؟ لا مفيش فيوز هنا اسمه خش وسطر مفيش هنا وسطر خش على السايد افكت على طول. انت في السايد افكت كلمه واحده ابربت. فاكر الكلمه دي زمان؟ يعني ايه ابربت يا ولاد؟ صادم. وهي ده اخر ضعف في الفارما ما تقعدش فجاه وان شاء الله هنجمعهم في بريكوشن بعد شويه. ادويه الفارما نص طب صادم عشان ما انا كتير متوقعين عنه هيطلعوا باذن الله 10. يبقى انا الاقي سايد افكت اقول له ابربت يعني صادم اللي مش عارف يكتب عليها بين قوسين صادم ابربت وذرول تؤدي الى كلمه اسمها دكاتره اكيوت ادرينال انسفشنسي بين قوسين اديسون كرايسيس. تاني ابربت وذرول او صادم ستوب يؤدي الى اكيوت ادرينال انسفشنسي بيسموها اديسون او في ناس بيسموها اديسونيان مش قضيه كرايسيس. قول لي الكونترا انديكيشن يا مصطفى. ايه الكونترا انديكيشن؟ يا جماعه ايه الكونترا انديكيشن؟ ايوه الكونترا انديكيشن كلمه واحده. الكونترا انديكيشن باينه ابربت وذرو او سادن ستوب. يمكن من اشهر كونترا انديكيشن في الدواء ده. السؤال بقى قال لك اكسب ليه مثلا؟ السؤال اكسب سؤال مكتوب اجابته مكتوب. ليه يا ابني اكسب ليه؟ كورتيزون نيفر ستوب ابربتلي او سادن. هتقول له ايه؟ والله مكتوب. يعني مكتوب بالظبط اهو يوز الكورتيزون يعمل نيجاتيف فيدباك نفس اللي مكتوب ده يعمل اتروفي الجراند نيت تايم او مانس عشان يحصل لها ايه؟ ريجينيس افكت. تمام يا ولاد؟ طيب نفس اللي بعده نجزنا عشان وقتنا. قول اتفقنا. هو الكونترا انديكيشن نفس الستايد افكت يعني الستايد افكت ابرابتو زو بيعمل ايه؟ اكيوت ادينا انسفيشنس بيسموها ايزو كرايس. يبقى هنا ابرابتو زو هو الكونترا انديكيشن. البريكوشن لسه اقول لك بقى ممنوع ازاي. تمام يا ولاد؟ نطلع الاكشن اللي بعده. الاكشن اللي بعده اسمه بلاد. فوق معايا. ماذا يفعل الكورتيزون في الليكوسايد بانواعها المختلفه؟ بيقللها. وفهمني صح بقى. بيقللها يعني هو بيمنع تصنيعها اوشكيت. يا جماعه افهمني الله يكرمك. ايوه كلمه بيحبسها دي القضيه. يلا يا معلم. تمام. شوف في ناس نايمه في البطيخ وهنشرح من اهم حصص الفارما. كورتيزون عارف يعني كل واحد يقول لك انا اسالك في الكورتيزون يقول له يعني ايه؟ يعني لو ما جبتش هتفكر انت مش عارف الكورتيزون هتطلع طب ازاي؟ ولذلك معلش فوق انت عارف انت جايين بتقعوا الكلام ده بس في ناس بتهنحك بتقعوا الجار معلش اسمع معايا بس الولد اللي اسمه كورتيزون ده بيعمل في الجار هو بالعربي بيحبس مكونات الدم مش بيمنع تصنيعها بيحبسها فين؟ دي سهله مش واضحه بيحبسها فين؟ في الليمفويد اورجنز. قول لي بقى انواع الليمفوسايت اللي تعرفها عشان اقللها. يلا بقى قليل ليكوسايت يلا يا جدع. بيقلل مين؟ مش عارف ما ليكوسايت خالص؟ ايزينوفيلز.
ليزوفيلز تمام مونوسايت وليمفوسايت البلد يا ولاد الاكشن بتاع بلد يبقى ديكريز الاكل قول تاني يلا كلهم ديكريز الاكل هم مين خليكم معايا ديكريز ايزينوفيلز ليزوفيلز مونوسايت ليمفوسايت وطبعا تبقى فاهم حبسهم ازاي يعني ايه قتلهم يعني قالوا مرات يعني زي ما قلتها فوق خلاهم يتجمعوا فين؟ يتحبسوا فين؟ في الليمفود اورجن. انا ما قلتش ان منع تصنيعهم عشان كده انا بجاود. وصلت؟ زي ما قلت لك بالعربي اللي واد كورزون ده راجل عائل قديم قوي يقول لك لما يبقى في خناقه يقول لك ايه احبس العيال عشان ما يحصلش ايه؟ خناقه. ماشي. بيزود معلش لسه بلط يعني في سطر تحتها مش النقطه اللي تحتها. النقطه اللي تحتها تبع الكارديو صح؟ لا النقطه اللي تحتها اكتف بيزود حاجتين يا ولاد. بيزود ار بي سيز. بيزود بلط ار بي سيز. and بليتليت ديزابليت لا دي اللي قبلها لسه بقول ده طبعا الكارديو باسكولار يبقى بلاد يا ولاد في معلش في نفس النقطه في مساحه كبيره انا سايب لها مساحه يبقى بيزود ار بي سي وبيزود كمان بليتليت يعني عايز اسال سؤال يعمل ثرومبوسايتوزيس ولا ثرومبوسايتوبينيا يا دكاتره؟ ثرومبوسايتو يعني ممكن يعمل جلطات ولا لا؟ ما هو المريض ده لما تزيد دي حاجه برضه ما تفرحش والار بي سي لما تزيد يبقى المريض ده ايه في ار بي سي ده موت ايه؟ بس هو يعمل جلطات ما علينا خش على الكارديو معلش الكارديو فوق معايا يعمل اثناء الاستريس بعد ما يتضغط كده ويتعصب مش ده طبيعي؟ ده طبيعي ليه؟ هتقول عشان الكاتيكولامين اسمعني بقى عشان دي حته مهمه الله يكرمك تتسال عليها قول لا مش بمر مر عشان كده انا دقيق في 17 الله يكرمك يا جماعه الناس كلها تاكل معايا انا دقيق جدا في كلامي انا قلت لك بمر قلت لك كده خدت فيها سكه انا مش لا مش تفرق انا مش بمر انا قلت هو اللي عامل كل حاجه ايه حبس مكونات الليكوسايت في الليمفويد اورجنز لا مانع تصنيع ولا مانع ريبليكيشن ولا مانع اي حاجه اصل كان يفرق يا ولاد كورتيزون لا بيمنع تصنيع حاجه عشان كده ما قلتش ان الكورتيزون بيعمل بمرض ريشن لا لا خالص ده كلمه كده غلط عمري ما قال حد قال ان الكورتيزون بيعمل بمرض ريشن الكورتيزون فقط بيقلل الكورتيزون عشان كده هو منو سبريس وفقط بيثبت المناعه في حين بقى الجسم ممكن يرد يعمل رد فعل ايه؟ يزود في الدم ار بي سيز وبليت يخش على الكارديو والناس تلاقيها ما تصل الاكشن ده مسؤول عليه في الكتاب مرتين اثناء الاستريس يا ولاد بعد ما ينضغط بيطلع كاتيكولامين صح؟ الاسم بس المفروض بتعمل في الضغط بتعليه ازاي؟ بتعمل فازو كونستريكشن بلاد فيزن وبتزود الهارت ريت صح؟ الكارد ولذلك الضغط بيعمل طب قول لي قول لي ولا مالي؟ كورتيزون على فكره هو اللي بيعمل كده هو اللي بيزود السنسيتيفيتي بتاع الفا وبيتا ريسبتور اللي كاتبولا مين؟ فيحصل فازو ايه؟ يبقى هو بيزود السنسيتيفيتي تو فازو كونستريكت بيعمل فازو كونستريكشن يبقى هنا ولا ايه؟ هتقول لي الكارد بس تكتب ده بيعلي بلا بريشر اسمعني الله يكرمك بيعلي الضغط باي increase sensitivity of blood vessels to vasoconstriction ركز معايا بس طيب بيزاد الوقت بيزاد اسمعي بقى بيزاد الوقت البروفيشن ازاي بيزاد السنسيتيفيتي اوف بلاد فيزل تو فازوكونستريكشن كويس طب انا كده استفدت ولا ما استفدتش؟ لا استفدت سياده ما هو ما تفهميش ان انت هتبقى قاعد في ستريس والجسم مش معبر لازم اثناء ستريس الجسم يرد عليك بايه؟ الضغط يعلى والسكر يعلى صح ولا لا؟ عشان الاقي الطاقه اللي واجه بيها هذه البطن تمام ولا لا؟ يا ولاد لما واحد مثلا يبقى ماشي في الشارع ويشوف اسد هيموت؟ لا قبل ما يموت لازم يعمل مجهود شويه هيعمل ايه؟ يجري اسمعني بس والله ما بهزر يجري الجلد عايز ايه؟ عايز جلوكوز وعايز ايه؟ وعايز ضغط عشان تعرف يجري عشان مصل يوصل لها دم تقولي وبعدين يبقى ده مستنجد معلش كمل الكلمه لسه ده بيساعدك تو ادابت حاجه اسمها ستريس كونديشن صح لا؟ اكتب يعني قلت جمال ده بتاعتها تو ادابت يعني ادابت اتاقلم طب بلاش تسمع عن كلمه اسمها كومبات لا بس حلو والله لا اكتبها برضه وانا جايبها من بيتنا يا اولاد وانا بستعر عليك ما اعرفش انجليزي اصلا بس الكلام كده يعني جاهزه بيحضر الجسم تو ستريس كونديشن بيجهز الجسم يا ابني للستريس. قال ما ينفعش اقول لك انا في ستريس. طب ماشي ستريس واحد كده تشتغلني؟ يعني انت خايف دلوقتي اعمل حاجه بقى.
ضغطك يعني سكران سكر جميع على فوق عينيه. تقول يعني ايه؟ حاسس على السؤال بقى، يبقى اثناء الاسترس الكورتيزون بيعلى ولا لا؟ طب فوق دي تقول لي طب ونمين؟ جالي تقول لك ازاي؟ اذا مريض ماشي على الكورتيزون، مريض ماشي على ايه؟ اي مرض من امراضه ودخل في ستريس كونديشن او ستريس عموما مش لازم بيست يعني ستريس لابد عليه الجرعه. ليه؟ اعتبره زي الفسيولوجي بالظبط. يعني ده بيسموه ساعات انتي ستريس، فاهم قصدي ولا لا؟ بيحضر الجسم للستريس كونديشن. هذا عشان على البط وعلى الكارديو فاسكولار. تمام فيوز عندك؟ معلش هات كده ايه؟ خلي الجدول مفروض قدامك. فيوز عندك؟ لوكيميا على فكره لوكيميا مش تبع البط، انت عليها اميون سبريسر. طبعا لوكيميا كلام كبير قوي مش تبعها. انت جنب اللوكيميا يستخدم كورتيزون كاميون سبريسر. هناك بعض انواع اللوكيميا يا جماعه سببها اوتو اميون. انت خدت لوكيميا ولا؟ لسه ايه؟ خلاص انا خلص كده. ايا يكن ايا يكن انا مش بتاع لوكيميا يعني ايه؟ ايا يكن لوكيميا بالعربي حتى يعني ايه؟ مفيش سرطان دم احنا اكبر من كده. ايه؟ مشكله في الواد بلاد سيلز اللي بيحصل لها بروفيشن بهبل. على فكره واحد يقول ايوه عشان كده الواد بلاد سيلز ما قلتش كده انا كدبت. هو بيستخدم في بعض انواع اللوكيميا عشان يميون سبريسان. تمام خش على السايد افكت. عد لي معايا كام واحد؟ معايا كام؟ ثلاثة بس. ثلاثة دلوقتي خط يا ولاد. أيوة أنا هتكلم ثلاثة يعني بس أنت ما أنت. السايد افكت بتاع البلط؟ لا لسه في البلط يا ولاد. أربعة دي تحتها. ثلاث نقاش كيرلي. صوتي الله يكرم مصدوق جدا. أستاذ ولاد. أنت ثرومبو إمبوليزم. يا حصل ثرومبو إمبوليزم يا جماعة. الناس عمالة تتكلم وسايباني. لماذا حصل ثرومبو امبوليزم؟ عشان بيزود ليبتد وارديسيز على فكره. اذا بس هو المريض يخش في جلطات. يبقى دي سايد افكت رقم واحد. رقم اثنين حاجتين بص احنا الاماكن مزنوقه تحت. ما تقوليش علاقتهم بايه؟ تبقى وخلاص. جروس ريتارديشن ان تشيلدرن. طبعا واحد يحاول يفكر فيها ايه علاقتها بالبلط؟ يا ابني ما تبقاش رخم على الدين. هقول لك حاجه بامان. هو طبعا الكورتيزون كهرمون جوه الجسم من ضمن وظائفه المهمه جروس اند ديفلوبمنت صح كده ولا لا؟ يا جماعه فوق معايا بس اصل كان مالوش علاقه بالبلط كان له علاقه بالكورتيزون هو المفروض له علاقه بالاكشن اللي قبليه دلوقتي انا الكورتيزون كهرمون جوه الجسم له وظيفه مهمه في ايه؟ في جروس اند ديفلوبمنت سيادتك انت قلت فيه من شويه فيدباك صح؟ يبقى اذا لما الكورتيزون يقل جوه الجسم سيادتك هيحصل للطفل ايه؟ جروس ريتارديشن يبقى جروس ريتارديشن ان شيلدرن ثالث حاجه والاخيره ديلي معلش اصل فيك تاني ديلي يعني ايه ديلي بياخر الووند هيلينج التئام الجروح يا جماعه كورتيزون بيأخر التئام الجروح لانه بيقلب كولاجين بس طبعا ده مش مكتوب عندنا بيقلب كولاجين دي انت اصلا بص كده على اي مرض كولاجين ديزيز هتلاقي المسبب فيه كورتيزون كورتيزون من ضمن وظائفه بيقلب كولاجين ازاي بيأخر التئام الجروح في المريض قول لي بقى يبقى كونترا انديكيشن فين انا عايز هنا كام كونترا انديكيشن ثلاث ده بيسمح احنا قلنا ده بيسمح سرون جوميز شدرن عشان نخلص لا استرس مش همنعه اقول هو الوند بس الوند سواء بقى سيرجيكال وند او ايون يبقى ده كونتر ديكيشن عشان نخلص يبقى اذا انا طبعا ما ينفعش اجيب كلمه من بيت لازم الكلمه تكون مكتوبه وانا كنت يبقى اذا اولاد هو بيعمل سرون جوميز ممنوع في السرون جوميز عندي كلمه كبيره بيعمل جروس ديشن بالاطفال ممنوع في الاطفال دي ليه وند هيلينج ممنوع في الوند واحد يقول لك اصل في انفلاميشن ومش عارف ايه لا يا بيه تخش كورتيزون بقى خد اي نون ستيرويد الانتي بيرن تاني تمام يلا انجزنا الاكشن بقى بيخلص اهو ده في الاكشن بتاع الجي اي تي صح؟ بص يا الجي اي تي سطر واحد تسمع عن حاجه اسمها بيبسين ولا لا؟ والاتش سي ال هو بيزود الاتنين دوت اكتف بيزود اتش سي ال اند بيبسين قول لي يحصل ايه في المعده؟ جدع يعني يعمل ايه يعني؟ اصل تمام اكتب كده جنبها يبقى بالاكشن بيزود يا ولد في الجي اي تي سطر واحد بيزود حاجه اسمها البيبسين وحاجه اسمها الاتش سي يبقى يحصل السريشن تمام مفيش فلوس طبعا هنا اسكت ما تكلمش طب بص عشان ما نروحش هناك بره اهل الدنيا خلينا نخلص دعوه بعضها مش الناس تعبت من راحه وجاي بس افهم ايه اللونج فوق معايا قوي بقى حته حلوه ليك كده وانت ايه دكتور صغير كده اسمع يا سيدي عزيز هل هناك وظيفة للكورتيزون كهرمون حتى في اللنج؟ أيوة لك أن تعلم أن الكورتيزون يا ابني لا مش كمرض بقى ده حاجة فيسيولوجي بيزود السينسز بتاع مادة اسمها السيرفاكتن أنت عارفها؟ السيرفاكتن دي مهمتها إيه؟
تمنع لارج كولابس. تمام، يبقى معلش هنا واحنا قلنا في جي اي تي عشان ما نكتبش في جي اي تي بيزود اتش سي ال اند بيزود البنسين، فبيعمل ايه؟ الستريشن. وذلك حتى احنا اللي حضر معانا حصه العملي قلنا ان الكورتيستيرويدا والنون ستيرويدا الاثنين ممنوعين اثناء بيبت الالسر. اثنين على الريسبيراتوري بيزود السنسز وفي ماده اسمها ايه؟ سيرفاكتنت. وقفوا معايا بقى، معلش نستفيد هنا من اليوز. اسمعني عايزين اولاد يستفيد من اليوز ده. لما بيزود السيرفاكتنت دي معلش هتلاقي اخر يوز عندك اللي هو لانج ايه؟ هات اليوز ده اللي قصادها؟ لا لا هنا بس اللي عندك. اللي هو اللونج ماتيوريشن. فوق معايا. فوق معايا. تقولي مش فاهم. الكلام ده احنا شفناه اسال بتوع نسعد. يقول لك احنا الست قبل ما تولد ب 48 ساعة 24 ساعة. تعالى تقول لي هو احنا عارفين الواد امتى؟ يا ابني هو المفروض في حاجة اسمها يعني اكسبكتد دي اوف ليبر معروف. اللي هو الحسابات هم يعني معروف اليوم بالظبط ايه؟ طبعا ممكن تأخر يوم تتأخر يومين ثلاثة مش قضيتي. بس الاكسبكتد دي اوف ليبر طبعا ده الحسابات. الدكتور عنده السونار بيعرفه ازاي؟ طبعا بيبقى من ايه من الاخر ايه اخر الاستيميشن. يحسبوا عندهم وقت كده معين فحسبوه في النسب. العامل ان شاء الله، المهم يقول لك احنا متوقعين الولاده مثلا ايه 15 5 مثلا. حلو يا حاج. يبقى يوم 13 5 14 5 الولاده 24 ساعه 48 ساعه تنجح قضيتين يوم ورا بعض. اسمها ديكسا ميسازون. عضل. لا الديكسا ميسازون هنا للام مش طبعا للنسبه لسه ما جاتش. ليه؟ عشان توصل الجنين تزود السيرفاكتنت زنس فتمنع عنه ما يسمى ريسبيراتوري ايه؟ ستريس. يبقى انا اللانج ماتيوريشن تكتب ايه بقى؟ تكتب لو سمحت ديكساميسازون، ده اسم اشهر فوزون عندنا في الايه في الدنيا. ديكساميسازون جيفن في اليوز في اليوز اخر اليوز عندك لانج ماتيوريشن ديكساميسازون جيفن اي ام عضل 48 ان 24 اورز يعني 48 ساعه 24 ساعه بيفور ليبر. ليه يا حبيبي ليه بقى الكلام ده؟ ما قلنا في الاغلب ده قلنا في الاشهر كلمه شغاله تاني عشان يزود السيرفاكس صح؟ تو افويد ايه بقى؟ تو افويد 48 اورز يوم ايه حرام عليك؟ ساعه وي يا اولاد ما تركزوا كده مش لسه الست هتولد يوم 20 5 ان شاء الله تقول لها بص يا ماما هي طبعا بيجي لك اخر شهر اخر شهر ده في الحمل اخر شهر الحمل بيجي لك كل اسبوع خلاص مش كل شهر زي ما كان زمان تقول لها بص يا ماما احفظ طريق ده يوم كذا ويوم كذا الولد بيومين انت هتولدهم 20 يبقى يوم 18 5 تاخدي حقنه دي كسبزون عضل تمام يوم 19 5 حقنه كمان نفسها عضل يبقى الولد بيوم ويومين مش قوي يوم هم كام حقنه؟ اثنين كده صح ولا غلطان؟ مش مرة مش مرة دي او دي الاثنين بيتاخدوا ايه بقى؟ تو افويد ايه؟ ها؟ تمام خلاص كولابس او اسمها ريسبيراتوري ديستريس سندروم صح ولا لا؟ تو افويد ريسبيراتوري ديستريس يا بيه طالع على البيت مفيش دعوه في حاجه لازم ده دي الكلام موجود لحد وقتنا هذا قولي اثنين مكتوب واحدة؟ ماشي ساعات بتلاقيها بنته كده واحد وعلى فكره ساعات بتلاقيها بنته قبل الولد اسبوع حلو بص يا اصلح لي اكاديمي ساعات بنته واحده قال في ناس ما بتتكلمش والله ما بهزر في ناس يقول لك يا عم ما تقلقش الولد انا هظبطه لك وما ينزل بس ينزل بس عادي يعني بيشفطوا جنب لو ظبطه لا تقلق بس هو ينزل على وعلى حاجه علميه يا ولاد بس سبحان الله مش عارفين الله يشتغل بيه يلا نفوق مع بعضنا نفوق مع بعضنا نلبس حالا عشان اعوق الوقت عندي السايد افكت هنا تبع الجي اي تي اكيد ان شاء الله ايه؟ لا مفيش نوزيا وفومتنج طبعا صدق بالله هنا مفيش نوزيا وفومتنج خالص وهنا مفيش انرجي سبحان الله ليه؟ ده انت انرجي صح لا؟ ما اتجوزتش انا بقول جي اي تي انصار 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 يبقى في السايد افكت اسمه ايه؟ جي اي تي انصريشن السايد افكت بقى ايوه هنا جي اي تي انصريشن قصادها معلش في الكونتر ديجيشن جبت قرص دي نعمل حوالي ابوس ايدك انا اعك اهو سايد افكت رقم اثنين مش في كذا نقطه عندك تيراتوجينيست استنى بقى ايوه قفشتك اهو شوف ده انا جايبها قصادها عشان ابقى واصل اسمع بس تيراتوجينيست ايه ده الهزر ده سهله دلوقتي هو انت وكفايه واحده هتولد بكره الواد لسه مستنيك تتكون الواد اتكون خلاص يا ابني ماشي
اكتب تراتوجينيسكي ان فيرست ترايمستر كده انت مظبوط. تراتوجينيسكي ده سايد ثاني سايد افكت. ثاني سايد افكت ان فيرست ترايمستر. اقول لك هو كتاب معلش بس عايز يعرف يعني. عارف كليب 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 بلد؟ طب زي بيعملها لو اتاخدت في فيرست ترايمستر. يبقى هنا كونترا انديكيشن فين؟ يا ابني البريجنانسي انهي ترايمستر؟ اجيب اهو. يبقى قلت لها قوي تراتوجينيستي فيرست ترايمستر يبقى الكونترا انديكيشن جنبها بريجنانسي ان فيرست ترايمستر. هل في تعارض في الكلام ده موجود دلوقتي يا ولاد؟ يعني دلوقتي قلت هندي الحقنه قبل الولاد وهي بتعمل تشوه في الحمل. يا ابني انا قاعد كده بقى ده قال ارقام بدقه. قال لك انا بتولد بيومين يومين. هتولد خلاص كام؟ ماشي. هنا بقى لقطة مهبلة. لو واحدة قلت قليلون وماشية هنا الدكتور بقى ياخد قرار ليه دعوة. ياخد قرار بقى يقول لها يا ماما بوست بوست بون بريجنانسي لحد ما تخلص دواء هنا او بوست بون الدرايف لحد ما تخلصي بريجنانسي. هاجي حاجة فين؟ أولا لو بوست اعطاها كورتيزون استاهل بقى في الأول مستحيل طبعا. إيه؟ ما كانش هرد عليك بقى بالظبط. هو أنت بتجوز صحيح؟ عادي. تاخد كونترا ست ما كلمت محترمة أهو ده تاخد مانع حمل ماشي استهبلها صح. لا لا تخيل هذا شايفين حاجه كتير. السايد افكت رقم 3 ملوش علاقه بموضوع السكتيبو. كاتاركت عارف كاتاركت ولا لا يا ابني؟ كاتاركت عارف كده؟ كاتاركت يعني ايه؟ هي ملهاش مكان تحت فجمعتها يا ملهاش في حاجه ملهاش مكان فبتبقى اهو كاتاركت يعني ميه بيضا. انت عايز تفهم انك ما تعملش حاجه لك ان تعلم يا حبيبي الكورتيزون ده سايد افكت رقم 3. كورتيزون بيعمل كاتاركت ازاي؟ الكورتيزون ممكن يعمل ديناتيوريشن للينس بروتين. ده مرض لينس بروتين وذلك ده كلام كاتاركت. يبقى ممنوع في مرض اسمه عشان نخلص نفس المرض. كنت تحتها جلوكوما. ايه ده بيعمل جلوكوما ولا بيعمل جلوكوما؟ الاثنين يا بيه. ما بيعمل جلوكوما ولا بيعمل جلوكوما؟ حد دلوقتي الكورتيزون على فكره انت لو ركزت في سايد افكت تعيط. الكورتيزون ده مشاكله كتير قوي. من اول السكر الضغط عالي الهشاشه في العظام بقى انواع الماسل بار وشه بقى مش عارف ايه دخلنا بعد كده الهارت فيلير دخلنا على الكاتاركت وجلوكوما عين باظت ولسه قولوا لسه وفي السر يا بيه طبعا ترجي لسه وتاني قبل حاجه فكره صار افكت مرعبه. طيب اخر كلام عشان ايه نبدا نكمل ازهر سبب الحاجه اللي ملهاش فوق حاجه الولد ازهر سعيد كلام هما اتنين بالكتير ده فاضي يا فاضي ايه تقول؟ سامع ايه دخل فيك الموضوع؟ لا 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 ده موضوع كبير. اولا ما تنساش ان هو بيعمل صوديوم موتر تنشن صح؟ او جلوكوم يعني انكريز انتر اوكلر بريشر الايكوس بيزيد فبيعمل صوديوم موتر تنشن ممكن يزود الايكوس هيومر فوليوم فاهم قصدي؟ طيب هات الازر سواد بيقول لك كلمتين مش لازم اسالهم هو الكورتيزون مهم في نورماليز جي اف ار في الجواز نورماليزيشن او جي اف ار بيظبط جي اف ار ايه جي اف ار دي؟ بعد ما ظبط وظائف الكلى ك على فكره ساعات بعد الدكاتره وشفتها كتير دي بعد دكاتره الكلى لما الاقي الكلى تعبانه شويه دي يديك سنسيزو تقول لك مش هي دي يقول لك المفروض ان ده بيظبط وظائف الكلى بلعب طبعا هو بيتكلم عن كورتيزون كهرمون وكدراج اللي هو نورماليزيشن بدون تفاصيل عن جد جي اف ار تمام؟ لا هو بص هو مش قضيه فوكس 1 وما بيمنع عليكم ترين بيمنع كل حاجه هو زي ما بيمنع بازو دايركت بيمنع بازو كونستريكتور سبستانس يعني كده ايوه ماشي ما هو بص هو ما بيمنعش فوكس 1 بالاسم وخلي بالك هو ما بيمنعش الفسيولوجي هو بيمنع الباثولوجي لو هتتكلم بورد الله يعني يعني هو الفكره في الواد ده ما بيمنعش زي مثلا اسبرين منع سيلكتيف كوكس انهبيتور فمنع كوكس الفسيولوجي لا هو بيمنع فوسفولايبيز المهم هي مش عايزين تفصيل لو عايزين تفصيل كنت قلت نورمالايز جي اف ار اثنين بص يا ابني كورتيزون ده بيحافظ كهرمون بقى بيحافظ عندك على مخ حاجه بيسموها المينتال والسايكولوجيكال فانكشن يعني هي مكتوبه في الكتاب ايه بالظبط؟ افكت مينتال اند سايكولوجيكال ستيت يعني الكورتيزون كدواء بيختبع كورتيزون كهرمون انت الهرمون بيخلي لك الحمد لله مودك كويس وان شاء الله تفكيرك حلو وبيناس لكن لو دواء في ناس هتتجنن عندك ولذلك هو افكت بيأثر على المنتال اند سايكولوجيكال ستيت بتاعتك بس هو ده الكتاب عايز تكتبه يا عم كبر خطك ما تقلقش. هل لوز هنا عندنا؟ لا طبعا لوز اصلا خلصت من زمان. ايه سايد افكتو؟ بص يا عم طبعا اي سايد افكت ما لهاش مكان فوق هجيبها تحت انا ناقصت كام سايد افكت عد معايا؟ عد معايا 3
لا ولا ده ولا حاجه ماشي بس مش مطمن معايا هو انا عندي دايما اتنين بس يا اولاد اتنين فقط اول واحده سايكولوجيكال سابجكت سايكولوجيكال اند مينتال ديستربنس يبقى ممنوع جنبها فرنس اسمه سايكوز عارفين السايكوزيس او الاسكيزوفرينيا لو واحد عنده سايكوز او الاسكيزوفرينيا اوعى ياخد الدواء ده يبقى اول حاجه سايكولوجيكال سايكولوجيكال اند مينتال ديستربنس يبقى بيعمل ايه او ممنوع في السايكوز او الاسكيزوفرينيا تمام انا قلت الجلوكوما خلاص قلت جلوكوما قلت كاتراكت قلت جروس ترديشن في الاطفال شو بس عندك قلت ديلي وند هيلينج تمام قلنا بعد كده ان هو في السايكل بتاع 43 الانفكشن عامل فيها كل حاجه يبقى ما عنديش انا في نفس الانفكت ده خلاص يبقى انا عملت انا ايه ده اللي عديته بالظبط انا مش هزود حاجه مش هقصيت ماشي ومعايا كونتر ريجيشن كام دلوقتي ناقص في الجدول ده ايه اللي لازم اصحى لا لسه فيوز سكور يعني دكاتره مهمه وبعدين بريكوشن بتاعتها ده جدول البروتوكول يخلص بعدها ان شاء الله هقرا معاك حاجه صغيره كده انواع الادويه ما تقلقش مش هاخد منها دلوقتي يا ابني انا عارف وقت والله لا ما انا مش خلاص كده احنا خلصنا كده كل حاجه ناقص حاجتين بقى حتى الاول بريوزس واقفل الجدول بالبريكوشن عاد يوز اللي فوق لو سمحت كده الاول بسرعه عاد يوز يلا اللي فوق اللي فوق جدول ده لو انت ركزت فيه والله يا بزويف وما بياخدش وقت سيبك انت من منظره هو الحمد لله الكلام متفصل يعني ايه متفصل يعني لكن هو الكلام وماشي مش زي كتاب الاخرى كلها كلمه عن التفسير اول انديكيشن للكورتيزون كدواء او كهرمون اي هرمون في الدنيا قبل اكيد اول استخدام ايه ريبليسمنت سيرم يعني ايه الكلمه دي يعوض الناس اللي ما عندهمش الهرمون صح ولا لا يعني الانسولين كان بيستخدم في مرضى السكر ليه عشان ما عندهمش انسولين ده الهرمون قبل الناس يبقى كورتيزون بيستخدم في مرضى اللي عندهم ايه كورتيزون اللي هو فيه اثنين يا جماعه والناس تفهم معايا ايه الفرق بين رقم واحد ورقم اثنين برايمري ادرينال انسفيشنسي وسكندري ادرينال انسفيشنسي برايمري يعني المشكله فين في الجلاند نفسها تفهم معايا لما الجلاند تكون بايظه معلش كلمه اقولها دلوقتي في المذكره هو الجده اللي هي القذريه دي ناكل ستيفس كورتيزون بس لا ثلاث مينرال كورتيكويد كورتيكوسترويد سكس هرمون ادرينا اللي هو اندروجين صح؟ اللي مش شغل يعني لما تكون الغده بايظه مش حاجه تخرج منها خالص يبقى انا عايز كورتيزون بس لا انا كده كداب انا عايز كورتيزون يعوض الجلوكوز كورتيكويد وعايز مينراله العجز الدستور كده عوض الايه كده لو عايز تدي سكس هرمون للمريض يبقى هنا يا اولاد معلش يعني كلمه برايمري انا اقول اللي مكتوب ده بالظبط يعني ايه برايمري ادرينال انسفيشنسي يا سيدي العزيز اكتب جنبها اديزون ديزيز اكتب جنبها اسمها اديزون ديزيز اسمه اديزون اسمه الثاني اديزون يا جماعه هتقول لي مش لسه اديزون كرايس من شويه ايه الفرق بين ديزيز وكرايسيس يا ابني؟ الديزيز ده مرض المريض عايش بيه لكن كرايسيس حاله طوارئ يخش في عنايه مركزه والامرجنسي يبقى اول حاجه اكيوت ادرينال انسفيشنسي اسمه اديزون ديزيز اكتب بقى الاهداف عايز دوايه واحد اسمه هيدرو كورتيزون واقول لك بعد شويه يعني ايه هيدرو كورتيزون تحتاج هو ده اسمه فلودري او فلودرو كورتيزون تحتها انفيزاترين ولا ايه انفيزاترين يعني ها ايه جنب دي كلمه بس الهيدرو كورتيزون هقول لك حاجه ورد عليا هيدرو كورتيزون ده عشان ياخد الكورتيزون اسمه فلودرو كورتيزون اف ال يو دي ار او كورتيزون بقى كورتيزون الان ايه بقى يا اولاد هيدرو كورتيزون هيدرو كورتيزون معلش هيدرو كورتيزون ده اللي بيعوض مين كورتيكوسترويد كورتيزون طبعا هقول لك سؤال انت ترد عليا هو ايهما في الاعلى في الافراز في الجسم الصبح ولا بالليل يعني الكورتيزون بيتفرز اكتر امتى ولذلك لما تيجي تدي مريض هيدرو كورتيزون اديله تنتين جرعه صباحا او تنتين ادوز مورنينج والثلث الباقي اند تيمت ايفن او زي ما بيقولوا افتر نون معلش جنب هيدرو كورتيزون كلمتين بس تلتين الجرعه مورنينج والثلث افتر نون او ايفن ليه عشان يبقى زي الفسيولوجي بالظبط ما انت بتعمله ريبليس يعني ايه ريبليس انت عايزه يعيش زينا يبقى كان طبيعي ده هياخد كورتيزون يا ولاد هياخد كورتيزون انت مؤقت طول عمره هو انسولين في تايب 2 دايابيتس بياخد انسولين هكذا نصيبك كده معلش انت عندك خلل في الغده الكظريه مفيش كورتيزون بيتفرز فانت هتاخد دوايين هيدرو كورتيزون عشان يعوض الكورتيزون
وفي الوقت الكورتيزون عشان اعوض المينرال بقى هتشوف دلوقتي ايه بعد شويه بياخد بالذات الكورتيزون بتديله الدوز صباحا والتنت الباقي بعد الظهر هو ايه مساء يعني على المغرب كده ماشي قول من بره اه لا هو هنا المفروض ان انا ما بديه يبقى ريبليسمنت ثيرابي اه بالجرعه ان شاء الله مش هيحصل سايد كلها كمان كده يا ولد الدكتور سال سؤال كويس برضه لما ادي ده كريبليسمنت ثيرابي اعمل كل السايد افكت دي لا ده لو ما اديتوش هيموت فيه انا بديله الدواء كيعوض الايه صح ولا لا يعوض اللي عنده هيعمل بقى سايد افكت بس هو ده مش هيبقى زي الهرمون الطبيعي سبحان الله مش هيبقى زي بس مش هعمل كل السايد افكت دي هيعمل له سبريشن ازاي ده كورتيزون فاهم ده ريبليسمنت ثيرابي تعرف اصلا ليه مش معظم بتاع الثلاث ارباع مشاكل الكورتيزون ده ايه؟ انه بيعمل فيدباك فاهم ولا لا؟ انه بيقلل الكورتيزون جوه الجسم الاندوجن هنا ما عندوش يبقى ده اول حاجه بيعمل خش على السكند واحد يقول لك يعني ايه سكندري ادرينال انسفيشنسي ديفكت فين؟ ايوه يعني مش في الغده يا فين يا فين؟ ايه ده لو سمحت ديفكت اون تبقى تحتاج دوت معاك سطرين اهو انت عايز سطرين بالظبط ديفكت اون هايبوثالاموس اور بيتيوتر حد مطرد دي معنى كلمه سكن هسال سؤال الغده هنا يا شباب فيها مشكله الغده سليمه تقولي مش فاهم المشكله في الهرمونات اللي بتجيلها من فوق من الهايبوثالاموس والبيتيوتر على فكره يا اولاد معلومه يعني عرفها برضه شويه تسيبش كده الدوستيرون كهرمون بيطلع من الغدرينا ليس له علاقه بالبيتيوتري ولا الهايبوثالاموس الدوستيرون بيطلع علاقه بموضوع الكلى اللي عايز يفهم الفسيولوجي زمان الدوستيرون بيزيد دي معلومه يعني راها في المذكره شويه الدوستيرون ليس علاقه بموضوع الاكسس من فوق الصوت ده يجيلك فرد رد فعل مين من كده يقول لك يا ابني الصوديوم في الجسم قليل يطلع الدوستيرون يعمل ايه؟ صوديوم موتور ريتنشن وده السيما في الجسم عادي يطلع الدوستيرون يعمل ايه؟ كسر اكسبريشن فاهم قصدي؟ ولذلك انت عايز تقول عايز اقول لك المريض ده ديفكته الاكبر في الكورتيزون والسكس هرمون صح؟ فهو مش محتاج الدواء التاني ده هذا محتاج فقط ايه؟ اهو قول لي بياخد هيدرو كورتيزون لانه يا بيه طبعا تقول لي الكلام ده فاهمه فين في المذكره دلوقتي لان هنا الديفكت في غيسه في الغده الغده شغاله تمام يعني بتطلع الدستيرون زي الفل مشكلتها في هرمون ايه كورتيزون والسكس هرمون يبقى انا بديله من بره كريبليسمنت سيرابي كورتيزون بس دي رقم واحد واثنين ريبليسمنت سيرابي يلا رقم ثلاثه قبل الاخيره حاجه اسمها ايه؟ كونجينيتال ادرينال هايبرنيزم قول يعني ايه؟ يعني واحد مولود كونجينيتال عنده ايه بقى رد هايبرميز يعني ايه في الغده يا اولاد الغده اه الغده فيها تضخم فبتفرز هرمونات بنسبه كبيره واحد يقول طب وانا مالي طبعا يا ابني ايوه لا لا اسمعني بس هنا الغده دي فيها زياده في السايز والباسكولاريتي دي مش عايز تعمل ايه قال لك انا هدي كورتيزون من بره عارف ما حدش قال ان هي بتفرز كميات كبيره كورتيزون هي على كل قال ايه هايبر بليز يعني حجم الغده متضخم قال لي لازم اعطي الكورتيزون من بره عشان يعمل لك فيدباك يعني حاجه اسمها السي ار اتش والسي اتش فساعتها قال لي شويه بتاع الجلد انت بص ولا لا ركز معايا الله عشان لفه لفه شويه دلوقتي يا ابني انا جالي مريض ادي هاي المصمص بتاعه وادي البيتوتر بتاعته وادي الغده ايه الغده فيها هايبر بليز بس كونجيت هي موجوده بيه هذا تضخم في الغده انا عايز اعالجه يقول لك ادي كورتيزون دلوقتي كورتيزون ايه لكن دي بس كورتيزون ده مش دعوه كورتيزون لما دي من بره يحصل ايه يا جماعه فيدباك يا لي الايه سي ار اتش وقال لي كمان فساعتها الاثنين دول لما يقلوا على فكره هيقل عندك الفاسكولاريتي والسايز بتاع الجود فانت كده حسنت الايه السمت لحد ما تشوف السبب او لحد ما تشوف عنه ولذلك انا طب اكتب بقى لماذا وقت كورتيزون يكتب يبقى انا في الحاله الثالثه كورتيزول بديه عشان يعمل كده نيجاتيف فيد باك decrease CRH and decrease ACTH يعني the size and the vascularity of adrenal gland ايه يا ولاد السايز والسبايس بتاع الادرينال ايه؟ جلاند تمام؟ دي حاجه اسمها congenital adrenal hyperplasia انا بدي كورتيزون من بره عشان يقلل لي شويه السايز فاسكولاريتي يحسن اعراض الحاله شويه لا فرود رفوه ده كتعويض للمينرال الاردوستيرو ده من الاردوستيرو لايك اكشن اخر كلمه على اسم يلا هو بيقول لك يا سيدي يستخدم ان حاجه اسمها
لا حاجه اسمها دايجنوز الكوشن. سؤال يا ولاد، الكوشن ده قد يكون بسبب، ركز معايا الصوت، كوشن يبقى عنده كورتيزون عالي، ممكن تكون الغده هي السبب. لا لسه تكون معايا الحته دي صغيره، ممكن تكون الغده القذائيه السبب، هي بتفرز هرمون كتير. ممكن تقول لك والله انا مصدوم، انا مش دعوه، انا مضغوط عليا من فوق منين؟ يعني قصدي اقول لك ممكن يكون تيومر فين او تيومر فين؟ قد يكون تيومر في الادرينال وقد يكون تيومر فين؟ في الهايبوثالموس او البيتيوتري، فاهم قصدي ولا لا؟ معايا بس ركز معايا، الكوشنج هنا دايجنوز عن التشخيص. يا ابني انا هوصل التشخيص ازاي؟ بيقول لي طبعا التيست مش عليك، عليك اسمه بس، وانا في الحالات انا شغال كبر بكره. هو اسم التيست اكتب كده، اسمه ديكساميثازون سفريشن تيست، اكتب الاسم تحتيها، اكتب ده تحت كده ديكساميثازون، اسم التيست ولا ديكساميثازون سبريشن تيست. تقول لي مش فاهم، هو انا هقول لك الاول بس اللي مكتوب عندك عشان تكتبه، وبعد كده عايز تفهم مش عايز تحور. الديكساميثازون سبريشن تيست تو ديفرنشيت، في فرق يا اولاد بتوين ادرينال تيومر، هل الورم موجود في الغده الكظريه النساء اور هايبوثالاميك اند بيتيوتري تيوم. تقول لي مش فاهم، انت قضيتك كلها عايز تفهم. طبعا دلوقتي في اشعاعات، ما تسعلش نفسك، في حاجه اسمها اشعه مقطعيه، اشعه برانيه جاب لك القرد لازم، عايز تعرف اي حاجه في جسمك فاهم. فانا عايز اسالك، انا عايز اعرف هو تيومر موجود في الغده نفسها الادينا، ولا تيومر موجود في الهايبوثالاموس ولا البيتيوتري؟ حد يفكر معايا ويرد. والله فهمت فهمت، مش مشكله. اسم التيست ايه؟ ديكساميثازون سبريشن. يا ولاد اديت لمريض ديكساميثازون وحصل ايه؟ يرد عليا اديت لمريض ديكساميثازون اهو. طبعا لساتك المريض بيتقاس له قبل التيست، الهرمونات بتاعته وبعد التيست. اديت لمريض ديكساميثازون دلوقتي، وبعد شويه عملت له الليفل بتاع اي سي تي اتش وسي ار اتش، ركز معايا، لقيته قال له عن قبل ما ياخد الايه ديكساميثازون، يبقى كده المشكله في البيتيوتر ولا المسلس ولا ادي نفسه. ها لما اديته انا ديكساميثازون كورتيزون وحصل ايه؟ عايز الهرمون اللي هي اس تي اتش واي سي ار اتش قبل وبعد الهرمون، بعد الديكساميثازون. لقيت انا طبعا الكلام ده مش عليك تفسيره خالص، هدور عليك ده مش شرط. فعليك دلوقتي بيقول لك ايه؟ لقيت الهرمونات دي قلت، يبقى انا كده الغده اللي هي فوق بتوتري والهايبوثالموس سلام ولا مش سلام؟ هي دوم ايه؟ استجاب للفيدباك صح؟ طيب اديت واحد ديكساميثازون وستور الليفل بتاع الهرمون قبل وبعد، لقيت الليفل بتاع الهرمون ايه؟ ما زالت عاليه. يبقى ساعتها الورم فين؟ بيتوتر هيبقى صفر، فاهم قصدي؟ ده طبعا ديفرنشيت، بس بصراحه دلوقتي بقى في اشعاعات اكتر منه. خلاص؟ اخر واهم سؤال نعم يصحى، هو سؤال سهل وكلنا حافظينه، 10 بريكوشن هتقول اكتبهم فين؟ الافضل تكتبهم في ظهر الجدول. ده الجدول فاضي، انا عايز بخط نظيف. 10 بريكوشن للكورتيزون يا جماعه صار. يمكن ده السؤال الوحيد اللي يجي في الامتحان. بريكوشن الكورتيكوسترول. ولو قلنا في الفارما اشهر بريكوشن موجوده فين يا حبيبي؟ هتلاقي النيتريت، فاكره؟ نيتريت ده صم. والنهارده بريكوشن بتاع كورتيزون اشهر اتنين في الامتحان. ان شاء الله لما نيجي نبدا نشوف الريتم. لما تيجي تذاكر كده هقول لك بقى، احنا السؤال عندنا في الانتراكشن مثلا اشهر سؤال انتراكشن هتلاقي خمس. اشهر سؤال مثلا طبعا يوز كل المنهج، ما تشتغلش نفسك. ايوز بيجي لك. بس انتوا انا عايزكم ان شاء الله هتقعدوا مع الدكتور سيد يوم الثلاث صح؟ انتوا مش عارفين ولا عارفين؟ في اشاعات بتقول هتقعدوا معايا من الثلاث الساعة 9. طبعا سيادتك عايز حضور رهيب. ماشي انت سيب حر الراجل اذكر بس. ايوه عايزين اللي يتكلم ناس معينة. مش كله يقعد يرمي، لا ناس تتكلم وتبقى تسيب على الكلام. خلاص؟ الكلام قدامك عايز يفيد الكل، يعني ان شاء الله هنرتب للكل. والله لو مش مجموعة معينة جروب معين. لان ده متفق عليه كل سنة. بس نحافظ وربنا يستر ان شاء الله. هتطلعوا بغريب في الامتحان الانسكيو يبقى كده اول انجاز في جيبي. روشتات تاني انجاز في جيبي. روشتات يالا. روشتات بقى فيها كل سنه حطوا 10 روشتات. ساعات بيخرجوا براها بس مش مهم. عارف لما بيخرجوا براها بيلغوا درجتي. والله رئيس الاسم بيقول لك هم 10 جابوا براها يقول لك خلاص يا بيه اكتب اي حاجه وهندي درجتي. معاك 8 بتاخد ايه؟ ممكن يقول لك الريتم بتاعك. الريتم بتاعك هيبقى نظام وصاب لك انا مش عايز الشرطه امال انت عايز ايه؟ فاهم لازم تطلع من ده كل حاجه في الامتحان ده. رئيس اسم دي كفاية عليكم تصبروا معاكم ما لابسش حاجات؟ خلاص مش هيبقى معاكم فارما. طبعا الراجل لازم يدي حاجات طبعا بالتراضي.
قلت له يا دكتور مش ترجي كذا عند المشرق؟ قلت له احنا سمعنا زمان يا ولد ان كذا وكذا وكذا ما تجيلناش عند المشرق. قال بريكوشن هنحفظ ان شاء الله وخلاص. قال بريكوشن وكورتيكو ستوريتي عليها السؤال 2017 ان شاء الله. عشان ما تجيش منها. واحد بس يا بنت حرام. ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يلا والله ما حد حاول. هما في الكتاب كاتب تسعة بس احنا واحدة نقسمها اثنين وعشرة بالظبط. اسمع معايا. أول حاجة أقولها لك لما يكون مريض ياخد كورتيزون لازم يقيسله إيه كل شوية؟ ضغطه سكره وزنه. اللي معايا بقى هنفحصه ليه؟ عشان بيعلى ولا بيقل؟ يبقى أقول له بيه فريكوينت ميجر. أقول له كل شوية تابع لي ميجر أوف بلاد بريشر. ادي واحد. قول لي اعمل لي لو سمحت متابعه قياس الضغط. فريكوينت ميجر اوف بودي ويت. نفسي اقول لك التالتة بلاد جلوكوز بس الكتاب كاتبها يورين جلوكوز. والله واحد. فريكوينت ميجر اوف يورين جلوكوز. فاهم حاجه؟ يا ولاد فاهمين؟ هو المفروض يقيس السكر في الدم ويقول لك قيس باليورين. يا عم مش هنخسر بعض. ما الجلوكوز ده نعرف اليوم عليه نوعه عالي جدا صح؟ يبقى حاجه ثلاثة ولي جرام ودي حاجه لازم تتابعني قياس الضغط كل شويه عشان بيعلى وزنك هيزيد واليورين جلوكوز تمام دي لابس حالي لازم اقول له يعمل لي اكس راي على السباين كل ست شهور قول لي بقى ليه اشاطك او اكس راي عشان اكس عشان السباين اكتر حته بتتاثر بمرض مشهور اسمه اوستيو ايه؟ اسال الشعب المصري يقول لها بتشيل ظهر يمين ظهر يمين صح ولا لا؟ اكتر حاجه تاثر اهو اللوبه فين؟ اسال الظهر ده يا ابني ليه؟ ما عشان الفقرات بتتضرب اول حاجه بتضرب في رشاش عظام الفقرات وذلك اكس راي اون سباين طبعا هو ماشي رقم بس انا بقول لك اهو افري 6 مانس كل ست شهور ليه؟ قلت جنبها ليه برضه ما انت مش عارف تو ديتكت مين؟ اوستوبروز هو انت مضغط اوستوبروز ولا لا؟ طب مضغط اوستوبروز ليه؟ بس كتابوليك على البروتين وفيها المكالسيمة كمان الاثنين ماشي دي مهمة جدا طيب قول له رقم خمسة أكلك يا بيه زود فيه إيه وقلل فيه إيه يلا عايز حد شاطر يجاوب قول لي الدايت ريتش إن ريتش بيجي بالنسبة للمسكين معلم دايت لو إن خلاص يا جدعان ريتش إن إيه قول بقى الأكل دايت أغنيهم بإيه كالسيوم مظبوط هكتبها ها بروتين تمام صح يا ولاد رغم في البوتاسيوم بوتاسيوم ايوه بيحصل ابو كريم يبقى كالسيوم بوتاسيوم بروتين صح حد معترض لو ان ايه قال له ايه الفات والصوديوم كلورايد اللي هو ان اي سي اللي هو ملح التعب طبعا عشان يعمل يا ولاد هو اصلا صوديوم ريتنشن تمام طيب على فكره زي بتوع كمان اجسام على فكره كمان اجسام الناس بتوع كمان اجسام بيبدا يعمل ستويت لما تستوى دي عشان تنفخ العضلات دي تقان الابلات منظر كده طيب ما ده اديله انا بيكس دي شيل في عضلات العاد عشان عضلاتنا فاهم ولا لا هي عضلات بتبقى ضاعت بيحصل فيها ايه ما هو سي وزيك انا بديله اهو انابوليك ستويدز قولوا عند مراكز كمال اجسام هتلاقيهم بياخدوا كده حاجات لايه خذ لك يعني ايه قول لا يا عم عشان بس تحافظ على نفسك ما تضيعش انابوليك ستويد ادي بضيف حد وقع حد دلوقتي يبقى انا عايز له كل شويه ثلاث حاجات عملت له اشعه على السباين قلت لك دايت ريتش ان لو ان يقول لك انا سايب اخر واحده دي كبيره قوي عشان اعمل ايه؟ لازم اضيف استرويد على الكورتيزون اضيف ادت انا اسف انا قلت استرويد بتتاخد اهو قلت يعني هي بتتادد يا اولاد ما بتضاف يعني في اعلام في عيان اه الادت بس انا صعب قوي خلاص انا اسف انتوا قلتوا ايه؟ بس كم واحد اسمعها لا انا اسف لسه في ولا كام؟ احنا قلنا هنعد 10 افويد ان ديجيتال توكسيستي يعني ده ممنوع افويد ات ليه يا ولاد ممنوع في ديجيتال توكسيستي؟ لانه بيعمل هايب وايه؟ بس خلاص هي كلمه واحده هايب وكريم افويد ات ان ديجيتال توكسيستي عشان بيعمل هايب وكريم تمام؟ طيب عندنا يا بيه اهم واحده ما تنساهاش لو سمحت زود او الاخير يعني زود الدوزن ستريس زود الدوزن ستريس لو سمحت
طبعا قلت لك من شويه اثناء الاستريس يا ابني في الفيسيولوجي الكورتيزول بيعلى صح؟ يبقى انت لازم تكون راجل فيسيولوجي زود دوز الاستريس. بص بقى رقم 10 دي يا تبدا بيها يا تنهي بيها، المهم توضحها لي. دكتور قال ايه؟ قول لي حاجه مش كل ده كوم واهم واحد هنبدا بيها طبعا في الامتحان، بس انا لازم توضحها لي اللي هي اهم بريكوشن جرادوال صح ولا لا؟ يا ابني ده كله كوم ولك يا والله لو ده كله هيوصل مثلا من 4 درجات يقول لك الدكتور دي ونص يقول لك والله وكارب يقول لك يا ابني دكتور طالع من كليه الطب ومش عارف والله يقول لك كارب مش بالرقم مش العدد يقول لك اهم واحده فين؟ فزي بص تبقى عليها 10 ايه؟ رقم 10 اهم واحده اول واحده في الامتحان عارف لو مش عارف كده هتاخد طرد. ايوه واحده اللي هو بقى ايه بقى؟ جرادوال وزدرو قولي ليه؟ ليه يا اولاد جراد وزدرو تو افويد ايه؟ لا انت قلت افويد ادزون ايه؟ كرايس وتشرح له بقى يا بيه واقول لك حاجه جميله في بديل يا اولاد قدر المريض انا فاهم عليه من الغده كده يقول لك خلاص في طريقه بديله لعلاج الكورتيزون قال لك اولترنيتيف دي ثيرابي يعني اولترنيتيف دي ثيرابي خد النهارده وبكره اجازه خد النهارده وبكره اجازه عايز تعمل في الغده تتلخبطي تيجي تروح ولا لا ما تروحيش فاهم قصدي ولا لا الغده لما تيجي الكورتيزون من بره تقول لك ايه والله انا شغال امبارح لا 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 كده يعني زي زعلان النهارده اصل اصالحها كده ده انا دايما بالظبط 3 دقايق بالظبط هم فاضيين بص يا ابني انا النهارده بموت لله هكون الساعه 5 بس انا بس 3 دقايق هجيب المذكره عايز جدول هقراه بس والله راجع يا ابني ما تبقاش انت كده ما شاء الله احنا شرحنا هتشرحها بقى زي ما شرحناها لما اعمل ادي كورتيزون بيحصل ليه جاد فيدباك اللي هو اكتب اكتب اشرحها بالتفصيل في الامتحان تشرح بتاع مش عارف تشرح تشرحها بالنيجاتيف فيدباك يا ابني احنا كاتبينها لما ادي كورتيزون من بره بيحصل فيدباك يعني الكورتيزون جوه الخليه يعمل اتروفي فاهم ولا لا؟ تزودها يعني يا عيال تزود دوس والله اهو لا تزودها والله قلت لازم تكلم مريض لو ياخد غرض زي دي نص ايوه لا مش ستريس يعني خناقه هو ستريس كونديشن في الطب يعني دخل في حاجه زي مثلا تروما يا ولاد ستريس يا ولاد مش معناها ان الواحد يتضايق لا ستريس حاجات ثانيه هات لي بس الجدول مسكره في جوه مسكره هات لي اول صفحه بس اول صفحه سامي الله سامي الله ادريا الجلاد احنا خلصناها اقول بس كلمه بس على نفسي اول صفحه استغفر الله عندنا 3 زون يا ولاد 3 زون موجودين في الادريال جلاند ادريال كورتكس يعني زون ايه وزون ايه وزون ايه الجزء ايه جلوميرولوزا فاسيكولات اريتمال صح؟ الجلوميرولوزا دي بتطلع ايه؟ مينرال وكورتيكويد اللي هو مين؟ الدوستيرو الزون فاسيكولات بتطلع كورتيزول الزون الفلوريز بتطلع ايه؟ اندروجين ومعايا انت مش جايب بيستولوجي؟ اسم بسرعه اخر 2 لو سمحت اللي هم كورتيزول واندروجين شفتهم؟ لمهم كده وشدهم على السطر اللي تحتهم كورتيزول والاندروجين الاثنين سكريشن كنترولد باي 2 هرمون بيتيوتري وهايبوثالاميك البيتيوتري اسمه ايه يا حبيبي؟ اي سي تي اتش انا اقول انا مش عارف اختصار هيجي لك مكتوب في المذكره ما تقلقش بعدين وسي ار اتش مش عارف اختصار هيجي لك مكتوب يلا عايز اقول تاني تو اخر سكريشن الاثنين اللي هو الكورتيزول والاندروجين الاثنين دول كنترول باي 2 هرمون عندنا هايبوثالاميك وبيتيوتري تمام يا ولاد؟ ايه الجدول اللي على الجدول ده حفظ بس مش كله اسماء الادويه وكلمه عن كل واحد بس اللي هيحفظ ارقام يشربها انا جايبها زي الكتاب بس ايه بدون تصرف هنتصرف ازاي بقى مطلوب منك تقسم الكورتيزون لثلاث انواع شورت طب مين جات لهم طب يا بنات معلش زقنا بعدين شويه كده كويس شوف ده شويه اهو تعالى سيبنا كده ايه ايوه كمان مفيش مشكله تمام بصوا يا جماعه الكورتيزون عندها 3 انواع زي ما كنا خدنا البريبريشن بتاع الانسولين شورت انترميديت لونج الارقام بص والله الناس بتشتغل بس الارقام يا غالبا من بيتنا الارقام هي الكتاب ايه هو الكتاب لعيبه كده يقول لك الشورت بيشتغل كام ساعه 8 ل 12 انترميديت 12 ل 36 واللونج كام ساعه هننزل ارقام 36 ل 72 صح ولا لا يبقى الارقام ما التالي كده 6 12 12 36 36 72 يبقى دي شورت انترميديت لونج هنحفظ ايه اسماء الادويه سؤال من زمان من الفيزيولوجي ايه الفرق بين كورتيزول وكورتيزون
حرف الان. اسمع بس، يا سلام فنان يا ادرس. ان الان يا هات بدل بشرك ان، انا افكر نفسي كده ان تجمع ان اكتف، تقول يعني يعني برود رد، فاهم حاجه؟ يعني في كورتيزول دواء في الصيدليه وفي كورتيزون دواء في الصيدليه، ما الفرق بينهما؟ ان الان ايه؟ ان ايه يعني برو ايه؟ سهله دي ماشي. بقول لك معلومه حلوه، خد دي معايا. تعرف ان الكورتيزول اسمه الثاني في الكيمياء هيدروكورتيزون، يعني بيحط عليه اتش يبقى اسمه، يبقى اذا برو دراج ده لما يدخل الجسم هيتحول لكورتيزول بالان، يبقى لا يتحول نوع الشورت هما اثنين، كورتيزول بالال كورتيزون بالان، عرفت الفرق بينهم؟ ان ان ايه؟ يعني برو دراج، قال ايه شورت؟ فخش على الترميجي. فاكر ده اسمه بريدنيزون وبريدنيزولون؟ بص معايا، البريدنيزون ما فيهوش الا هو امنع ان اكتف برضه. نذكر ناس اللي بتذاكر كده، بريدنيزون ان يبقى برو دراج، بريدنيزولون ال يبقى اكتف. بتاع الاثنين كبار. مثال تعرف واحد اسمه مثال بريدنيزولون، انا فاكره كان اي دي صح؟ واحد اسمه ترايم سيرون المعفن ده، اوكي ده انترميديا. ثم لون هم اثنين مشهورين جدا، ديكسا ميزازون وبيتا ميزازون، ده اسمه ايه؟ بيقولوا كورتيكويد اللي هو كورتيزون. واحد اسمه مينرالو اللي هو اردوستيرو، سيبك منه. واحد اسمه فلودرو كورتيزون اللي هو ده، شفتوا؟ كان مكتوب لهم. ده ده مينرالو. ده دكتور حلو، الارقام اللي جنبها دي اعمل فيها ايه؟ هتحفظ فقط الايه؟ انا مسويت لك شويه ادويه، شفتهم؟ والله مسويت لك ثلاثه. مسوي ثلاثه بالظبط. ايه الرقم اللي مسويهم؟ ترايم سيميلون، ديكساميسازون، بيتاميسازون، صح؟ دلوقتي مالهم؟ ما عندهمش مينرالو كورتيكويد اكشن، بعدين مش فاهم. دي اللي تحفظ في الجد. يا ابني اي كورتيزون كان له جلوك كورتيكويد اكشن ومينرالو كورتيكويد، يعني مينرالو كورتيكويد او سترون لايف صوديوم موتر ريتنشن. التلاتة اللي متسودين دولت ما عندهمش نار كورتيكويد، يعني ما عندهمش صوديوم موتر ايه؟ طب دي ميزاهم ولا عيب؟ ميزه. يعني يقول لك واحد يقول لك ايه انا ما تدينيش كورتيزون ليه يا حاج؟ اصل ضغطي عالي، اصل عندي هارت فيلير. قلت له يا حاج انا بديك دواء ملوش مينرال كورتيكويد، فاهم ولا لا؟ يبقى تلاتة ليس والله دي في الامتحان. تلاتة ما لهمش مينرال كورتيكويد اكشن. ليه هما؟ ترايم سيميرون، ديكساميسازون، بيتاميسازون. هات لي بس الواد اللي اسمه دوكا ده، شفت دوكا ده؟ اللي هو اسمه ديزوكسي كورتيكو استيرون، ده ملوش جلوكو، يعني الوحيد اللي ملوش جلوكو فيهم هو طبعا المينرال ملوش جلوكو. ماشي يا جماعه؟ طيب اخر كلمه الميكانيزم، انا مسويها لك خلاص، ما انا مسويها لك يا ولد. يا ولاد اين يقع الريسبتور بتاع الكورتيزون؟ قال لك في الصيد ولاد، اللي عايز يرسم الرسمه دي على الصبر، بص بص ادي خليه وادي الريسبتور بتاع الكورتيزون، بس انا مش هفهم بس. كورتيزون يجي يرسم في الريسبتور يعمل كومبلكس، كومبلكس ده يوصل لحد النواه، يشتغل على النواه يعمل ايه بقى؟ بس اقول بقى عشان امشي. يبقى تاني كورتيزون بيرسم في الريسبتور بتاعه فين؟ في السيتوبلازم، يرتبط بيعمل كومبلكس. الكومبلكس ده عايز يتحرك فين؟ كومبلكس يا ولاد حاجه النواه، النواه فيها جين صح؟ بيعمل لبعض الجينات تيرن اون وبعض الجينات تيرن اوف. لو انت قلت لي اون مين واوف مين هروح، ما قلتش نوعيه حصه الاول. قول لي بقى مين الجينات اللي عليها تيرن اون؟ يعني هو تيرن اون لبعض الجينز، قول لي مثالين وزين بيشغل جينات او قول لي زي ايه؟ ايه اللي بيزيد في الجسم مع الكورتيزون؟ ما تزعلنيش. صح القهوه اللي بيعملوا تيرن اون، صح جلوكوز. واحد كمان عشان حبايبي سفاك بس. طيب والفات مش بيعملوا تيرن اون؟ طب بلاش، مين بيعملوا تيرن اوف؟ دي مالوش اجماع عليها، سهله. البروتين طبعا كاتابوليك صح؟ تعرف ده معلش بس مش محتاج، بس محتاج تبقى بجد. يبقى تاني يا ولاد اللي انا مسودهم لك عندهم، بس جايب لك كورتيزون باين تو سيتوبلازميك ريسبتور، يعمل كومبلكس يتحرك الى النيوكلس، ثم في النيوكلس تيرن اون اند تيرن اوف الجين. يا جماعه بعض الجين بيشغلها بعض الجين بيقلبها، بيشغل الكهرباء دي في ايه؟ في البروتين. هنيجي بكره ولا مش هنيجي بكره؟ طيب كام واحد مش عايز يجي بكره؟ ان شاء الله مش هتبقوا موجودين. ناس ايه؟ ناس ايه؟ كام واحد عايز يجي بكره؟ ايه ده لسه عايز؟ طيب هقول لك حاجه بس، احنا ان شاء الله 24 ساعه الاربعاء الجاي احنا لو شغالين ان شاء الله 9 و10 ونص نظري وعملي هتبقى بعدها على طول. لا لا يعني الناس اللي ما حضرتش الخميس يقعد
دكتور حرام يا دكتور، في ناس بتخاف.